القصة صارت معقدة، الآمال والأحلام تبخرت، وحتى في ما يخص توقعات الربع في لأن أيضا لم ينجح أحد. تأكد يا طلال وإخواني تأكدون أن احنا في خدمة إخواننا في كل شيء يبونا، يعني السناح وخلصنا من مشكلته بكرة إن شاء الله. احنا كنا بنغيره اليوم لكن تخبر المجموعة الأولى بدأت بنفس السناح فخلينا المجموعة الثانية بنفس السناح بندور مشكلة ثانية. إيه نعم، لا إن شاء الله ما بلا الخير. يقول تعقيب على اللي يقول الدابر في صالح المشاركين والطيور، كلنا نعرف أن مشكل طير يؤدي في الدابر بغض النظر وحش أو ولا تفريق. غير الدابر بعضها طلال يرفع في الدابر. إيه. بعض الطيور في الدابر يرفع ما يروح على نفس مسار اللي هو يؤديه من واحد. بعض الطيور تلقاه يرفع. دلائل أن الهواء ساعد للطيور من الأول لين العاشر. ولا يوم جاك ناطح الا يوم واحد فقط. ايش نقول لك؟ حتى الجيرات اللي قال 18 كان الهواء مسايف ويدز الجيرات. احنا ندري اما هذا الجير الجيرات اليومين اللي هدوها كان الهواء قوي ومسايف قوي وضد الطير. نعم ضده شلون؟ ممكن شلون ضده؟ ممكن شلون ضده؟ زين شلون ضده؟ الهواء معترض في وجهه. ليه ما يعرف يعدل عمره؟ لا ما يعرف يعدل عمره. ليه؟ عشان تفريغ؟ لا مو عشان تفريغ. عشان لا خليه يخدمه. لا تضحك لا تصفر. الهواء ينطاح. هذا اللي انا الحين ادور السالفه. انا ادور عليك الشبايب والله طلع قدامك. ما علي منك. خير الدلائل جرات الفرسان. خليك كمل خليك. قال استوش تغي مقول ما بل انا وياه. يوم الهواء القوي الجيرات جابت 18. الهواء ما كان دابر 100%، كان مثل ما يقول مسعود. الهواء يعني قاربي جنوب، يعني قاربي جنوب، ولا بل يصفقها دابر. بداية السباق كان الهواء يعني ما يذكر 7-6 شيء. هل يساعد الطير ولا لا؟ يساعد الطير؟ أريح للطير من الهواء العالي. يساعد الطير ولا لا؟ سؤال أكيد إنه بس خلاص. قولوا لا إله إلا الله. أكيد إنه يساعد. قولوا لا إله إلا الله. عبد العزيز العلي اللي ماخذ الأول في الجيرة وماخذ الثالث يقول لي ساعدني الهواء. إيه؟ إحنا نبي رأيك الحين في هالموضوع. أنا رأيي يا إخوان الهواء هذه يعني انطلاقة الطير شمال، صح ولا لا؟ صحيح؟ صحيح. الهواء هذا الهواء يعني معترض شوي للجنوب. الأيام الأولى اللي كان الهواء قوي، بعض الطيور اللي جابتين اللي خذ يسار وارتفع وعود نزل، هذا عود كنا دابر كسر جاب صار أسرع يعني صار أسرع بالطبع. اليوم ما به هواء عشان يأثر على الطيور. فخر وما عليه من فريق تيوتا ولا عليه مني والله. اعتقد فخره. مثل ما قلت لك انا الصيد يعني توقعه من بكره ورايح. من بكره؟ اي نعم ورايح. اشمعنا ابو خالد؟ مثل اللفوه. ايه. ليش؟ طال عمرك اول يوم هو بغى يدخل دخله جديده بفروخ. ممكن سيف لا خبره طويله ويدري بهاي الشيء. فانصدم، هو صدمه كبيره، الصدمه ذي سوت رده فعل. عبد الله محسن زايد طيب علم الخياري. اسمعنا معلوماتك عن الطير. تعليق لعلقه تعليق. تعليق ما في تزبين بكره. من حق ترى. لا مو من حق. ها شلون بعد؟ تقول على مسؤوليتي؟ كلام صح. على مسؤوليتي طير قوي. ما غانم. تقول انت على مسؤوليتي؟ نعم وادعي جميع الصقار يحبون حضر. يعلقها؟ ان شاء الله. نعلقها تعليق، اسمع نعلقها تعليق له مني انا 50,000. غانم. بيض الله وجهك. فوق ال 100 له مني 50,000. صوبك يا ابو محسن. بغيت سم انت والله ما تجوز مساع وهقوك والحين بعد رديت توهق. لا انا على كلامي يا جماعه الخير. صلوا على النبي صلوا على النبي. الوعد بكره بس اثنين مخاطر. طال عمرك رقم 5 شاهين بن خالد بن شاهين الغانم. كم اللي بيسدون بكره؟ أحدهم. لا اول شيء قول لي كم اللي بيسدون بكره. اعطني رقم. اثنين. الطير الثالث طير سلطان بن عايض بن سالم على خجيل. الطير هذا بعد طيب وعليه كشيف. يعني ثلاثة. مع أبو فهد ثلاثة. أبو سعيد كم اللي بيصيدون بكرة؟ كم اللي بيصيدون بكرة؟ ثلاثة. وإن شاء الله اللي بيصيدون اثنين. إن شاء الله. وربيع. والله. كم اللي بيصيدون بكرة؟ عطني رقم. رقم ولا نرشح أبو سعيد؟ عطني رقم عقب رشح. أقول أربعة. عدد الحمام؟ بكرة كم بيصيدون؟ بكرة بيصيدون 5. علقها الطير خلاص. لا اقول لك يعني عشان يكون الامر واضح. عرفت؟ اكد انا لست منك الجائزه.
انا لا استلم منك الجائزه انا. نعلقها يبشر لها ال 50 من عندي. طيب وبعدين طال عمرك بالنسبه لبكره ما حد فايد. حسبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أخوان متابعين وجمهور برنامج العنة في كل مكان. أعتقد أن مقدمتي صارت روتينية في البرنامج وشكلها مطولة، لأن أكثر كلمة يمكن ردتها في الموسم التاسع حتى الآن هي لم ينجح أحد. اليوم أرددها وللمرة الخامسة على التوالي، لم ينجح أحد من المجموعة السادسة. الترشيحات والتوقعات نثرت عزبة العبيرية وعزبة الوكرة، وتم فخر وصامل وحمامة أيضا مستمر بالسيطرة على هذه المسابقة، وبسعد مستمر في السيطرة على ترشيحات العنة، لأنه هو الوحيد اللي اتفق مع فخر وقالها من أمس ما حد بيصيد. وعموما احنا ما نقول إلا الله يكون في عونكم يا أهل الشواهين. هذا بالنسبة للفترة المسائية اليوم. الفترة الصباحية تسجلت فيها تيمات جيدة نوعا ما في ميدان الدعوة لمسابقة فروح الحرار. أربع طيور كسرت حاجز 19 ثانية، و16 طير كسر حاجز 20 ثانية. كل هذه التفاصيل تفاصيل المهرجان الدولي التاسع للصيد والصقور بنتناقش فيها مع أخوانكم نجوم العنة في برنامجكم العنة. واسهل لاجلك حاسب حسابه. تعالى الله تزين المناوي واسجبك والليالي انهابا، واسجبك والليالي انهابا. في مقع له عزوم وملاوي يرتاح بخافقي من عذابه، يرتاح بخافقي من عذابه. كفر نعشبه من السل راوي عقب الوسم ماشي حي وطابه، عقب الوسم ماشي حي وطابه. نلقى لبرق الدوافر حراوي مدهلهن والحياة في جنابه، مدهلهن والحياة في جنابه. هد النظر وانتهي النقاوي اشهر لا في هدادك غرابه، اشهر لا في هدادك غرابه. يا طير لف الجناح الرهاوي وادحن ثقيل الهوى والسحابه، وادحم ثقيل الهوى والسحابة. لا عاد يا طير ترحم وتاوي والخيش خرب إلا تهابة، والخيش خرب إلا تهابة. طقه وخله يطيح متساوي، هلل واخذ لك عليه انقلابة، هلل واخذ لك عليه انقلابة. في مخلب ما يثني صوابه.
الله يمسيكم بالخير يا الربع جميع. الله يمسيكم. ابو خاتم علومكم اليوم عقب ما رتبتوا الاسناح وجددتوا وضبطتوا موضوع اهل الدعوه فرحانين اليوم يقول لك الطيور كلها سيدة اليوم. والله يا اخوي هذا اللي كنا نتمناه الحمد لله. يعني كانت وجهة نظر لهم الربع ان الاسناح هذاك البعيد انه فيه لمعة وغطيناه لهم وغدي تغطيته مؤقته وقت الدعو يكون نرضي الطرفين. تغطى وقت الدعو وينكشف عقب الدعو. فكل الربع اليوم قالوا الرؤية افضل واحسن. اذا الارض اذا يكون اي شيء في قفا الداعي يكون يعني بلون الطبيعة. فالحمد لله ان يعني الربع رضوا على اللي المقترح هذا. ويمكن احنا يعني يوم يعني بغينا نسوي اي حاجه ودنا انها يعني كنا نتجمل فيها اكثر واكثر، لكن ممكنها غدت مثل ما قالوا الربع ان الشمس تضرب فيه ويعطي لمعه. ممكن هذه اللمعه ما خلت الطيور تشوف، نفس اللي صار مع الكاميرا سبحان الله، انها اللمعه هذه الطير تجهر الطير. انت يا الانسان لما تشوف ما تشوف شيء الا كل شيء طبيعي، لكن الطير يمكنها تجهره. وهذا يعني اعتقد يعني لا فيها هذه كانت لا في جن ولا في شيء بس هذه المشكله كانت مع الجيره. جربتوا الجيره اليوم شيء هديته اليوم هدوا فروق حرار؟ لا خل انا اتكلم اليوم المسابقه مسابقه الفروق حرار هدوا اعتقد الربع. وكل يوم يا اخوي زامل عقب كم بسلطان موجود الربع يدخلون الاسناح فيما بعد ما تنتهي البطوله يهدون من جير ومن كل انواع الطيور تنهد كتدريب. الربع يدربون على الارضيه كل الطيور تنطلق سليمه الا وقت المسابقه. الظاهر وقت ظهور الشمس هذه مثل ما يعني اخر ما توصلنا له مع اول طلوع الشمس هذه هي السطعه ذي اللي تسبب اختلاف شوي لانها تخبر تظهر من شرق جنوب شمس. مسابقه لما يدش الرجال في الاسناح في وقت حق المسابقه عنده دقيقه واحده، هذه حكمه دقيقه. اما اذا جاء على ساعه ويبي يطير الوقت مو محسوب، لا بيقدر ياخذ عن لين شو. لا قصدي ان الطيور تروح كلها تروح سيدة الشمس وبسرعه بعد. اي بس احنا كلامنا الاول قمتوا اللي يقول بنحطهم فوق، قلتوا بنحطهم فوق طعز يدعون واللي حط يعني كلامنا كان على الاسناح الابيض كان يعني هو مو بسناح ترى هو مو بسناح بس هو احنا لافظنا عنه سناح ما هو ما ادري. المهم بوستر لله الحمد ان الامور والحين عدلتوا انتوا ومشت مثل ما يعني الشباب يبغون. نعم واحنا في خدمتهم بعد ان شاء الله. بكره بتكون لهم بعد شاشات كبار ثابته فيها اسماء العشره يعني اللي افضل 10 ارقام ثابته، كل ما تغير بينه باذن الله بعد بتكون موجوده بكره باذن الله. حامد خجيم الله يمسك بالخير يا اخي. يا مرحبا نسال عن دورك احنا في الـ في الـ في السماء عينك جينا في الارض. لا موجود طال عمرك متابع والله يمسيك بالخير ومسي على اخواني على المشاهدين كلهم. علومك مع البطوله مالنا غنى عن عنت مرمي بس لا موجود وين؟ موجود البطوله بشرك انت موجود مفروض موجود مع جمهورك بس انا لا انت ولا جمهورك. لا كلنا موجودين بس بعيد عن الاضواء شوي. ليش؟ مو بجاهز 100% الجهوز تقريبا 70-60% جهوزنا مو بجاهز 100% طلال. ما اخذنا الطيور الا متاخر وقلنا ان يمكن القرعه تخدمنا فما خدمتنا صراحه. جات في اول الوقت لو انها جات في 20-25 كان ابشر بالتصريح. لا انت ما استعديت الا متاخر. اي والله انا ما استعديت الا متاخر. ليش؟ صراحة. ما كان اصلا بنشارك صراحه في الهدد، في هدد التحدي ما كان بنشارك. عندنا طيور دعو موجوده لكن هذا التحدي ما كنت بشارك. نكلكم ابو فخرو؟ لا والله ما نكل، مو عشان مساله ان نكلنا، بالعكس الا هذا مهرجاننا ويعني لابد ان احنا نشارك فيه مع اخواننا، لكن ما كان في وقت وكنت انا مسافر ورجعت وكنت عندي هنا طولت برا ويوم رجعت عندنا اشغال فما كان في وقت اني انا
صراحه اكون. بس ابو خالد، هل المقوله صحيحه اللي يتحدى فخره يحبط؟ لا لا انا كم سنه خبر، اول سنه يوم يدخلها الخيام ويطلعها تذكر ايه، هذه اول سنه بس انه ما تاهلت. ثاني سنه عقبها تاهلت وصدناها. ثالث سنه لا زبناها بس ما زبنت وطلعت بعد. رابع سنه العام صدت، والسنه ان شاء الله باذن الله انا اقول لك يعني بكره ايه طيري بيسوي، بتشوف الجمهور بكره. بكره 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 انت عندك مشاركه؟ بكره مشاركه. اقول بغجيم بعد تعلمه ايه بعلم. لا اسكت عنا يا ريال، اسمي في الكشف والكشف عنده طالع رقم 25 يا وين ابو سعيد. بكره رقم 25 اقول حق ابو فخر وجيب حمام عبيريه كله. شوف ترى غيرك قال هالكلام، غيرك قال هالكلام وايد. انا اقول لك خلي يجيب حمام عبيريه. غيرك قال هالكلام وايد ولا ايش رايك؟ شوف بكره مو بواحد، ترى بيصيدون اثنين ولا ثلاثه بكره. بكره يا بابا اقول لك ابو خجيم ترى خمسة ايام، خمسة ايام ما صاد حد صح. توقعات شفت، شوف اللي على يسارك، شوفه شوف يطالعك مرشحت. شفت الخمسة ايام، شفت الخمسة ايام هذه بكره بتنكسر. لا بكره بكره ان شاء الله بيفوز. بكره بتنكسر خمسة ايام. متفائلين خير ما تصير ست ايام بدون صيد. لا بابا لا من الترشيحات انت امس ميت. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بكره ان شاء الله تفاز. انا اقول لك بتنكسر بكره، تفاز بالخير بكره ان شاء الله. انا غيري بقول يا اخي في غير رئيس المهرجان اللي قال لك بكره ان اليوم ما صار شيء. امس رشح قال بكره غير بتغير بتشوفون ان شاء الله بكره ابشر بالعشاء. لا عشاء لا ولا ريوق ولا غدا. العشاء ما فلسوا منه ان شاء الله، لكن الحمام فلسوا منه لأن الحمام في يد الله سبحانه وتعالى. إنما يخدم الماسي يخدم الماسي زيادة على اللزوم. كل شيء وحتى العشاء في يد الله، لكن إحنا تحت عندنا فيون عندك هنا إن شاء الله الربع يبشرون بالعشاء عقب البرنامج. إن شاء الله يبشرون كلهم مول اللي قريب يجي حون. سلمنا على فلوسنا. طيب بعدين عقب ما ظهرنا اقول عقب ما ظهرنا تخبر امس عقب الحلقه غانم قال يا اخوي تكفى وصب فخره وخلي يحط احسن الحمام. توكلنا على الله. لا 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 والله اضحك. ما اخذت بوصي. لا ما قلت له ولا شيء. والله احنا ما نوصي ابو فخره. ما قلت له ولا شيء لكن طيب قصه الهدد ابو سعد. خلينا الهدد. خلنا. انا عندي انا بعد عندي قنبله حق الهدد. حلو. انا ترى انتظر والجمهور ينتظر غنابلك ترى على فكره كل يوم. نروح المهرجان مرمي ونشوف. عطونا الاجواء اللي سايره هناك في الـ في الـ في في مرمي. الاجواء كانت اليوم جميله. في ضباب اعتقد هو اليوم ابو خاتم ولا؟ والله ما الجو حلو اليوم. اليوم جو حلو ما في ضباب. مناسب. الربع جاو بدري. بدري كل امور. 92 طير او 92 مشارك. بس ما جو كلهم والله. موجود بس يمكن في غيابات. عطنا الاحصائيه اللي عندك مالك ابر عشان نتناقش شوي، ترى الشباب يبون يتناقشون عن موضوع الدوري. لا في غيابات والله يا اخوك، بس ما ادري كم عدد الغايبين. كم عدد اللي حضروا اليوم؟ 55 اللي حضروا تقريبا من مجموع 92، يعني اللي غابوا 37. رياضيات شاطر ترى. لا لاني ما شفت انا، جيت متاخر اليوم عندك ما قريت. وبدوا الساعه 8 اليوم. العاده 8. إيه الساعه 8. احنا ودنا ان نبدا بدري، لكن الربع دوم ياخذون ان الربع اللي جاي من بعيد وهذا يتمون في انتظار. ولا كل ما بدينا بدري وخلصنا بدري افضل. مثل ما انت عارف الفجر الحين الساعه 5. الواحد يصلي الفجر ويظهر من المسجد هاي 5:30. صحيح. يبغي له ساعه لين يوصل. طيب المعلومات اللي عندكم عن الدعو شباب، المعلومات اللي عندكم عن الدعو. مبارك للاخوان المتاهلين العشرين من الاول الى العاشر. اعتقد ايامهم جدا طيبه. دابر اليوم والله. اليوم الهواء معلومات عندنا ان الهواء دابر. اليوم الهواء دابر. ثياب يعني انا اتكلم لك على ثياب. احنا الحين ما نقدر نقول دابر مو دابر، احنا نتكلم على ميدان ثابت. لا من الرغم مبدا زادنا ثابت. من الرغم يعني ما شاء الله يعني تبارك الله زادنا يومنا ثابت. صروخ الحراره اليوم مشاركتهم جدا طيبه. اشكرهم على الحضور، ابارك للعشرين المتاهلين. اول ابو محمد انت والشباب انا استغل الفرصه هذه ادعو
أسأل الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لأخوي محمد بن سعيد الجميل أخو حمد، أسأل الله يشافيه شفاء لا يغادر سقما بإذن الله. الله يرحمه. والشكر خاص لإخواني المنظمين على مهرجان مريم. في عسواتك. أعتقد أن دودة زايدة يمكن. إيه. المستشفى الله يجزاهم خير. دائمة. أبي أشكر إخواني المنظمين في جمعية القناص، أخوي أبو خاتم وإخواني اللي معاه بإذن الله وجيهكم، على تقبل الآراء والاقتراحات بخصوص السناح اليوم. رسائل جدا وصلتنا اليوم طيبة على تعاونكم مع أخوانكم المشاركين، يعني هذا ما هو غريب عليكم، جعلكم تسلمون جميع. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. طيب الأتيام اليوم كانت ممتازة جدا. ممتازة؟ إيه. اليوم الطير الأول حصل على 18-30، أعتقد أن هذا الرقم جدا ممتاز وفوق الممتاز بعد. اليوم كان الفرق كسرت أتيام الجيرة إلى الآن. ها؟ كسرت أتيام الجيرة. أكيد لازم تكسر اليوم، الجو يخدمها. اليوم الجو ممتاز جدا للطير، لا من ناحية الهدد ولا من ناحية حتى بيض الله وجه إخواننا في الجمعية على تغطية الشناح، هذا عمل نقلة طيبة في الهدد اليوم، ما في شكوى ما في شيء. أعتقد أن اللهم صل على محمد. الطيور اليوم أنا ما أقول فروخ، يمكن هي أشكالها فروخ، ولكن الأداء أداء أبطال، واللي جعلها على مهتمين فيها وخادمينها ومعطينا حقها وافي. أعتقد أن اليوم كان جدا ممتاز. العشرين طير. العشرين طير، الطير رقم 20-19-800 جايب 826. العشرين. العشرين رقم العشرين، الطير الحاصل على رقم 20 جايب 19. أعتقد الشيخ دابر، حتى ولو دابر نتكلم عن فروخ بعدين، ترى لو كان دابر ما هو بدابر ذاك القو، المستويات متقاربة بين الأول من الأول يعني العشرين، بين الأول والعشرين ثانية يعني. أعتقد هذا يبشر إحنا وصلنا لمرحلة الحرفنة أو الاحتراف. وعلى فكرة اليوم خدمهم اليوم. بس أنا عندي ملاحظة بسيطة، بما أن إحنا في مجال الدعوة وما دعوة. العشرين اللي تعنيه طير الشيخ خليفة محمد الثاني. أنا عندي ملاحظة بسيطة، يعني ملاحظة ونداء نداء صراحة لأبو خاتم والإخواننا كلهم في الجمعية يعني. أنا شفت اليوم أن الوقت عامل وقت دقيقة واحدة ما يكفي يا جماعة، يعني يمكن ثلاثة طيور أو أربعة طيرين اللي ما شاء أو طيرين انسحبت اليوم يعني، علشان مجرد دقيقة بعد دقيقة يطلع. يعني إحنا الناشد أبو خاتم جعله يسلم، هو يا إخواننا اللي معه، يعني لو يزدونهم نص دقيقة ولا دقيقتين يعني يخدمون إخوانهم. طيب بنتكلم عن هذا الموضوع لكن بعد ما نشوف الأجواء في المهرجان وخاصة في هذه المسابقة، مسابقة الدعوة. نشوف يا هلا ومسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين برنامج العنة. عندنا اليوم في الفترة الصباحية بطولة الدعو لفئة فروخ الحرار، عدد المشاركين في هذه البطولة 92 مشارك. خلونا نروح نشوف علومهم وتجهيزاتهم واستعدادهم لهذا اليوم. صبحك الله بخير. الله يصبحك بالنور. مرحبا. علومك علوم طيرك تجهيزاتك اليوم؟ والله علونا زينة بشرك، تجهيزاتنا طيبة والطير إن شاء الله طيب. أتمنى إن شاء الله بس يروح سيدة، بس إن شاء الله الأمور طيبة إن شاء الله. شلون شفت المنافسة اليوم؟ والله المنافسة اليوم منافسة قوية، والتيمات ما شاء الله يعني أقوى اليوم، يعني اللي في 18-19 ولا يمكن ما تأهل. والله علومي زينة وعلوم طيري إن شاء الله زينة،
وجايين مشاركين. نتمنى التوفيق لنا وللجميع ان شاء الله. شلون شفت المنافسه؟ والله المنافسه اليوم اول شيء الهواء دابر وكلنا حظه. اذا الهواء دابر مو من صالح الطير؟ هو من صالح الطير اذا كان الهواء دابر، ولكن يمكن تغير الجو عليك او التات الهواء يمين يسار، فتكون هم مصالح المشاركين. صباحك الله بالخير. مرحبا، صباحك بالنور. حلو امك، تجهيزاتك اليوم؟ والله زين، مشاركين في الدعو فرق الحر، نسال الله التوفيق لنا وجميع المشاركين ان شاء الله. كم تتوقع الاتيام اليوم؟ الاتيام والله اليوم قويه، اللي جاب 18 واللي جاب 18 و38 واللي جاب 19، الاتيام قويه. علومك ولو مشاركتكم اليوم؟ الحمد لله بخير، شاركنا ان شاء الله، عند الله التوفيق ان شاء الله. شلون تشوف الاتيام؟ والله اتيام اليوم حلوه صراحه، نخبرك الهواء دابر وتساعد الطير، نجيبتين صراحه اتيام ما قد شفناها يعني من قبل، لانها مساعده الهواء الطير، مو بنفس كل سنه الدعو تغير، اول كان اجباري ان الطير ينفك مناحر، بس النظام الجديد لا، السنسر مثل ما هو، يتغير الهواء وما يتغير الهواء سواء ناحر ولا دابر هو نفسه. الجو لحد الآن مستقر، الأيام تقريبا الأول لحد الآن 18، الثاني 19، ونتابع إن شاء الله يأهلهم كلهم إن شاء الله. توقع يكون فيها أسماء جديدة ولا الأبطال هم نفسهم يتكررون في أغلب المسابقات؟ والله في أبطال جديدة وفي أبطال من القدامى يعني. والله اليوم اشوف انا يمكن احسن فئه طيور راحت سيده من عقب تغيير اصناح، يمكن ما شفنا طيور شطت وايد، تيمات طيبه وهوا اليوم دابر، طيور لازم تتيم اليوم 19 18 لازم تجيبها، اللي ما يجيب 18 19 ما اشوف انا جاهز طير مسابقه. توقع 18 تنكسر؟ والله في طيور قويه راحت بس ما ظهرت عدل، كنت متوقع لها 18 فلات 17 900 18 100، لانه تيمات اول شيء هاي المفروض اللي تجيبها اليوم لانها هوا دابر وطيور قويه ورئيسيه معروفه، وفي طيور رئيسيه ما جابت 18 جابت 19، يعني بعض الطيور ترى دابر ما تطير طيور. والله شاركنا اليوم في فروخ الحرار، عندنا طيرين تأهلت ونقول النهائي إن شاء الله. الله يوفقكم. علوم الأتيام؟ والله أتيام اليوم قوية الله يبارك، عندنا فرخ الحر باسم حمد بن راشد نعيمي، هدى حمد بن ناصر الله يبارك لهم هو اللي كسر التيم اليوم، عندنا طير القمرة هدى علي بن محمد، فيه طيور الله يبارك قوية، لكن سبحان الله في النهائي وفي التأهيل يكون أصعب من النهائي، النهائي تنحصر 20 طير في جو واحد، التأهيل حزاتي تغير عليك الجو ويزيد الهواء ينقص الهواء يفتر، التأهيل تطلب من الله تأهيل، التأهيل أصعب شيء، والحمد لله تأهلنا اليوم.
سعد ايش قال التقرير؟ التقرير تكلم عن الطيور، تقرير الطيور يعني اللي جاب 18 واللي جاب 19 مبارك لهم الصراحه. كم الاول ايش جاب؟ جاب 18 تقريبا يمكن 38 تقريبا. اكيد طير بن قبره نعم. لا لا والثاني؟ والثاني بعد نفس الشيء 18 وفي 19 لا الامور طيبه اليوم. الامور طيبه. جندك امس ما جيت غياب؟ ها؟ غياب امس ليش؟ والله امس تعبين شوي و برد برد والله وبعد مع الاحفاد امس. لا ايوه عندك احفاد؟ يا لا غير 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 على الاوادم يعني. شو ما عنده؟ والله عندك احفاد. طيب ابو ناصر دكتور ترى اللقب لقب ابو ناصر دكتور والله يستاهل. ايه دكتور نعم فعلا دكتور دكتور طيار دكتور طيار لا دكتور هذا لقب لي واحد عماني. ايه والطياره اللي عندك اول واحد بيركب معاك يا دكتور ببخيت. ها طيارات صغار طيارات لا لا انا ما مو طياره كبيره. ايه طياره صغيره. لا لا انا مركب هسه ما في مكان. هذا بيوديك في مكان ولا ما في مكان؟ هذه تبي وش الطياره اللي عندك؟ ببخيت عندك ظروف ما تقدر تركب. عندي غرور؟ يقول عندي ظروف. قول لهم عندي ظروف ببخيت. ترى ما اسمعك شيء كنت شلونك؟ طيب وخيت الاختراح الاختراع الجديد هاي عندنا الطياره عند ناصر ايه ايه يطير الطياره وهو يتحكم في الطير ورا يدون الطير عجيب لا شوف الطير عندك اي وبيركبني وياه ايه ايه اي ما عليه ان شاء الله ان شاء الله. طيب الطير رقم 20 نبي نتكلم عن الدعو اعطونا الطير رقم 20 او المتاهل 20 الشيخ خليفه بن محمد الخليفة الثاني عندك يا أبو سعود. ما شاء الله الفرخ هذا طيارة زين كنا شط شوي يمين مرتفع عقب رجع لكن واللي هذا واحد من أبطالنا دائما مشرفنا في العلوم الطيبة وفي المراكز الأولى. الطير ارتفع واجد شوف طمن وارتفع ثاني مرة ضيع على وقته كذا ثانية ولا كان يجيب ورخة شوف رخة حتى صف في الأخير. أتوقع أن الطير عنده أداء أفضل من أداء هذا. كم جاب مو مبين جاب 19 جاب 19 826 هذه الطير مبارك مو بجاهز الحين لا فريق مو بجاهز فريق تنبك عندك يا ابو مشعل سالم خجيم هذا سالم فرخ محضره السنه تو جديد هو من الطيور اللي نهدت اول الصبح كان اول الصبح للحين الهواء يعني ضعيف ما زاد لكن ما شاء الله عدى اداء ممتاز راح على نفس المسار لكن ارتفع في الاخير وهذا اللي اثر علينا اعتقد انه لو كان على نفس المسار كان يمكن اول 19 اخر 18 الطير هذا قوي طيب شوف ارتفع في النهايه جاب ما صاد السنسر لا صاد ما صاد السنسر صاد الفوتو فينش صاد الفوتو فينش اللي عقبه عبد الله عامر الكعبي عندك يا ابو فهد ما شاء الله تبارك الرحمن ستارته جدا طيب الطير لكن مرواحه مو باللي قوي قوي لكن مساره كمسار وارتفاع عن الارض ما شاء الله جدا مميز وطيب الله يبارك به ما شاء الله تبارك الرحمن انا ستارت الطير هذا ما شاء الله جدا مميز كستارت للطير ما شاء الله تبارك الرحمن وجناحه مرواحه طيب جناح طيب الله يبارك فيه. اللي بعده شوف ستارت شلون روح التراب سي رقم 18 عبد الله الكعبي عندك يا زامل هذه ابو ماضي اظن ماضي شطي محمد ماضي ايه محمد ماضي الهاجر الطيور مثل ما قلنا احنا دابره لكن هذه الطيور الاخيره ما شاء الله عليها من الستارت والطير قابض التراب وتيمه وايد زين 19.75 جاني مسج يقول المتأهل طير فريق الزم يقول تغير الهواء في دوره كان بشايز يدف الهواء من يسار وراح يبين معاكم في التصوير صح اعتقد اللي بيجي الحين الزم عندك يا ابو خجيم هذه الطير هذا فريق الزم عندهم طيور ما شاء الله ابطال ما شاء الله واعتقد تأهل لهم 3-4 طيور اليوم وفريق مجتهد وفريق بطل شوف طيرهم هذا راح خد يمين
وبعد عود على المسار الصحيح وجاب تيم ممتاز. حمد يقول لك هني تغير الهواء في دوره. والطير اصلا والطير اصلا هذه مريض يا عزيز. هذه يا ابو محمد الهواء الطيور الاخيره اول ثلاث طيور الهواء مساعدها، اعتقد انه كان دابر بس مو بقوي كان. لا لا كان اي بس ما عليك. اول هدد اي اول الطيور اللي جابت 18 وعقبه شوي افتر الهواء يعني جابت الطيور 19، هي الطيور ما فيها كلام يعني. ايه ما فيها كلام، الطيور ابطال. بس اول خالد بدايه الهدد خالد الزمات عندك يا ابو سعد. كان الهواء مو بقوي. خالد طبعا من ابطالنا ومعروف يعني ما شاء الله يعني رجال مشهود له بالسيجاره، والطير اذا تلاحظون العلم تشوفوا العلم فوق العلم رايح مشايز، فالطيور كذا تروح يمين اكثر الطيور عقب ما تعدى سناح تاخذ يمين وتعود عقب على الداعي. لكن اغلب الطيور ما شاء الله يعني قربها من الارض داك الارض يعني على احنا 19 تيمه زين 19 زين. هاي الطيور على ما قلت طلال اخر شيء إيه؟ الطيور اللي جات الاوليه بتشوف الطير يظهر سيده. حلوه الطير. الرجال اللي طرش لي المسج 89 الرجال اللي طرش لي المسج يا مبارك ولبث منه وحمد. الرجال اللي طرش لي المسج قال لي شوفوا طير الزم الادهم. واضح الادهم نشوف مو بهذه. لا مو بهذه مو بهذه في واحد ادهم. لا لا في واحد ادهم. الهواء تغير في دوره يقول لك تغير يعني في صالحه ايه ولا لا يقول لك المتاهل طير فريق الزم تغير الهواء في دوره كان مشايز يدفع الهواء من يسار وراح يبين معاكم في التصوير هذا كله الحين كله طير حتى الطير هذا حتى طير الزمات لا دم هذا هواء اللي رده بعد رده شوف بعد نفس الشيء ها شوف لان رغم الله يسلمك رغم 89 رغم اخر الطيور هي 92 طير طير خالد بالزمه لا هذه تقريبا اخر طير هو 20 هذه يا ابو محمد 20 طير اللي متاهله صحيح مش 10 الحين احنا ما بدينا الا في يعني في 3 و4 صحيح الطيور الاوليه اي بس تتكلم انت عن 20 طير متاهلين أيوة صح ولا لا؟ اي 20 زين اي بس متى فريق الزم عاد الثالث المتاهل الثالث اعتقد انه ثالث زين حتى لو يوم ثالث اعتقد انه ثالث متاهلين ميزه انك تاخذ مثلا 20 طير من المجموعه واذا مجموعات اوقاتها متخلفه 10 10 هنا الابطال يدخلون لو ان الهواء كان بعيد ومتاخر مهم هو يدخل لجوا في النهائي ولهم في 20 طير فيكون الوقت مناسب او الهواء مناسب لكل الجميع هاي ميزه التصفيه طيب نشوف ال14 المتاهل 14 الشيخ عبد الرحمن الثاني عبد الرحمن بن احمد ما شاء الله عندك أيوه. يا ابو بخيت طلاقته زينه ذاك الاب لكن شلنا خذ يمين شوي لكن جناحه زين ما شاء الله اتمنى له التوفيق ان شاء الله يلا تفضل تروح تجيب الهواء كله تروح من الهواء اي كله يتمنى التوفيق طير متاهل يا ابو متاهل ان شاء الله التوفيق لهم كلهم وحتى انت بعد لك توفيق امين في النهايه تمنى لك اي خوش لون عليه خوش طير لو عندي والله ما حد بدع العقبه فيصل راجح شبيب دوسري عندك يا ابو الدكتور ما شاء الله كان انطلاقه طيبه الطير ذاك القاع قابض القاع ابو محمد الطير افضل مسار الى الان ربي يوفقه ان شاء الله هذا على فكره كلهم السنسر ما 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 صادهم كلهم تحت 19 كل الطيور تحت 19 او تحت ال 20 هذا الوحيد اللي من الطيور اللي مساره طيب راح سيده تحت ال 20 لا راح يمين ولا شيء صحيح فيصل راجح الدوسري ايضا عندك ابو خاتم ما شاء الله انطلاقه طيبه والله يعني ومساره طيب واعتقد انها يعني هذا من نوع الصقار يطير يعدي لكن يختلف طير من طير بسرعته الله معطيها اياه ولا كل اموره طيبه ويختلف اليوم النهائي بعد ويختلف النهائي المهم اهم شيء اليوم التاهيل وان الطير تخبر بعضها لجا قبل السنسر يصف ولا مثل او يرتفع لكن الطير هذا اداء طيب الله يبارك فريق الزم مركز 11 عندك يا ابو خديم
هذا طير من الطيور الطيبه اللي في فريق الزم. شوف 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 ارتفع يرتفع وينزل يرتفع وينزل من يوم طار. ياثر عليه؟ هي اكيد ياثر عليه في التين. في الوقت. الوقت ياثر عليه. لو ما طلع الطير هذا مساره كان صحيح قابض الارض بيجيب كم بيجيب 18. لكن الارتفاع هذه عندي تعليق يا اخوي طلال. تفضل. الطير لا يرتفع وهو دابر بعضها هي في صالحه الارتفاع. لانه لا نزل يقطع يقطع اكثر, أكثر من طاير من اصله هذا. يجيب ثواني اكثر. يجيب ثواني اذا دابر، لكن اذا مناحر لا ضده كلش ضده. لكن الحين كم طير حتى من ايام الطير اللي خذ يسار ذاك ارتفع وعود دبر يعني نزل ما شاء الله قطع يعني جاب تيم طيب. لانه يدف الهواء. طيب. في نتكلم عن ملاحظاتكم من 20 لين 11. يعني احنا الحين نتكلم عن هذول الشباب اللي تشاركوا اليوم وتأهلوا ال 20. هل في طريقة إعداد للتأهيل وفي طريقة إعداد للنهائي؟ يعني يفرق إعداده للطير في النهائي وفي ولا هو واحد؟ أعتقد أبو محمد شوط التأهيل فيه صعوبة مش طبيعية. أصعب من التحضير للنهائي كشوط تأهيل. أتوقع أنه أصعب من شوط التجهيز للنهائي. كتحضير. اسم العسيري. أنا أتوقع طلال يفرق. وعندي ملاحظة ثانية أبو محمد. بجيك عن الملاحظة. أعتقد أنه في دخول أسماء جديدة. طيب. في العشرين. أتوقع أنه يفرق عند الناس. الرجال اللي عارف تيم طير وعارف أنه بطل ممكن يأهله على نفس تمرين اليومي. فهو عارف التيمات وطيور مشارك وياه ويعرف مستوى طيره. اما الناس اللي مثلا الطيور عندها على تجربه او هاي اللي يحتاج لها شوي عمليه يكسر عليه يرتبه امور بعض الامور عشان يأهله. لكن الطير السبوق اللي عارف تيمه على تمرين العادي يدخله في التأهيل ويتأهل. ليش تشر لي بو؟ انا كلام خليفه فيه شيء مش صحه، لكن انا اشوف ان التأهيل والنهائي تفرق مع الصقر. لان 20 لان 20 الرقم معلش تفرق مع الصقار نفسيا. اما الطير ايش عرف ان هذا تاهيل ولا هذا نهائي؟ الطير فكه وبيطير. تحضيره هو تحضيره نفسه للاثنين نفس الشيء للاثنين. لا يا ما في شيء يعني ما في شيء مختلف في النهائي انه يسويه الطير. الطير ايش بيسوي؟ بيقطع ال 400 سواء قطعها في التاهيل او في النهائي. هي نفس التمرين. لا بس يفرق بو سعد. يفرق الله يسلمك. شلون يفرق؟ انا بقول لك شلون يفرق. انا بقول لك شلون يفرق. تفضل. الطير هذا اللي تكسر اللي عليه ولا توجبه بعض الله يسلمك هو يوديه على وزن معين ويحضره قبلها بيومين يكون هو يبتدي ينزل من وزنه، يكون ما يجي اليوم التاهيل الا الطير يعني جاهز من ناحيه انه على العيشه يعني قاصر عليه من العيشه بطريقه مو بالطريقه اللي هو جاب الطريقه التقليديه القديمه هاي ما عاد فيه. ينزلونه شوي شوي درجات معينه يكون يجهز. اما السبوق لا، السبوق على تمرين العادي. زين شو الفرق الحين؟ ما اعطيتنا الفرق. اعطيتك الفرق انه يحضره. هذا حضرته حق التاهيل صح؟ طيب وش النهائي ايش تحضره له؟ لا اتكلم عن التاهيل انا الحين. شو تسوي في النهائي؟ اللي يسوي الله يسلمك البطل اللي عارف ان طيره بطل. ايوه شو تسوي حق الطير؟ شلون؟ شو تسوي حق الطير؟ هو نفسه هو الطير اللي سويته في التاهيل بتسويه في النهائي. حتى الطير اللي مو بسبوق يقطع ال 400. خليفه بديت خشبة. انا ما اتكلم بالطير. انا ما اتكلم، انا اقول الفرق عند الصقار نفسيا. اي هو اما تجهيز الطير جهزه حق النهائي وحق التاهيل نفس الشيء. لا 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 هو طير من نفس المسافه. طيب 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 نسمع ابو الدكتور. ما يتغير اشياء كثيره عند الصقار. وش واشياء كثيره يبي يستعد بطيره ما يدري ايش الخلل. لو يصير اي حاجه خلل عنده في اثناء التدريبات يتوهق، تلقاه يعني يبي يصلح الامور باسرع وقت. اي ولا يمدي ولا يمدي ما عنده وقت. طيب شو الفرق بينه وبين اصعب كذا فحوصات ويدخل في الفحوصات للطير بسعد حتى على, على على جدول الطير وين على رقم كم يعني يحسبون عليه. امور صعبه يعني امور مو بسيطه ابو محمد. انا اقول لك في التاهيل اخطر من النهائي خطر كتحضير يا ابو خالد. اي بالله يحضره خطر التحضير. حمد في فرق في التحضير حق التأهيل وفي فرق في التحضير حق النهائي ولا لا؟ اي نعم. اي نعم. إيه عطني فرق. الفرق وش الفرق؟ انا بقول يلا عطني. انا بقول عندنا مثل عندنا طير احنا اليوم تأهل
ما قصرنا عليه ولا وجبناه ولا مو بوجاب، ما قصرنا على الطير، قلنا بنجربه مع الطيور وتأهل طلع في التأهيل. طيب انا في النهائي ما راح اسوي الترتيب نفس الترتيب هذا بتسوي العين. اللي سو باقصر عليه باقصر عليه بفتنه انا بدعيه قبل الله هده. طيب الحين هذا تجهيزك اللي انت الحين غامرت به، انت تقول الحين انا جربته صح؟ اوكي ابى اجربه. اي لو ما جاب تيم ايش بتسوي فيه؟ انا شو اقول لك، تاهيلي الحين انا الحين باشتغل عليه. انت يا حمد انت عشان تجهز طير حق دعو انت تبيه مسافه ال 400 هذه يقطعها باقصر وقت صح ولا لا؟ حلو بس التاهيل اخطر يا ابو سعد. خلني بيدك بيدك الان قطع المسافه هذه ال 400 في 15 ثانيه ولا في ساعه ونص؟ انت جهزت طيرك، انت تبيه يجهز يقطع المسافه هذه سواء في التاهيل او في النهائي باقرب اقصر وقت صحيح. فهو نفس التمرين يعني بتسوي فيه يعني في النهائي تعطي حديد يعني لعب حديد بعض الطيور. بجيك خليفه الثانيه تفرق الثانيه تفرق جزء من الثانيه تفرق. طيب انا في التاهيل ما ياب عندي الوقت المناسب، قصر زاد عنده مثلا ثانيتين خطا صقار عجل ونص. هذا الصقار اللي تفرق معاه. طيب وش الطير دكتور عطني بسود رايك. انا اقول اللي يفتي في الشيء هذا الصقار نفسه. إيه؟ واحد الكل طير حاله استثنائيه. نعم انا تعاملي مع الطير هذا مش مثل الطير هذا يختلف. إيه؟ والطير هذا يختلف عن الطير هذا. في بعض الطيور انت تعاملها على سيستم واحد من اول الموسم لين اخر الموسم نفس الشيء. في طير لا لازم تخلفه، لازم تخفه، لازم تقصر عليه، لازم تجيده، لازم ترفع وزنه، لازم تكسر وزنه. الطير والذلول والحصان لكل واحده لها حاله استثنائيه. يجيك صقر واحد عنده 10 طيور ما يعاملهم نفس الشيء. اتحدى ممكن تتواصل مع اخواننا الابطال وتساله حتى طريقه الدعوه ما يجيك. أينا. طريقه الدعوه غير شيء، برفع يدي فوق، شيء بجلس، شيء بهد من فوق. لازم يبين الصبح كله تجهيز صقر. هذه اللي تتكلم عنها انت تجهيز صقر. انت الطير اللي بتهده من فوق ولا من تحت ولا من سدح ولا راقد يقطع على 400 متر. يا ابو سعد جعل ابوك في الجنه المسابقه مباراه اكيد على الصقر. احنا ما نتكلم على الاربعه يا جماعه ابو واحد جعل ابوك في الجنه. احنا ما نتكلم على ال 400، ال 400 هذه فتره زمنيه، احنا نتكلم في اداء الطير والصقار نفسه. ايوه انا الحين يا ابو سعد انا بقول لك، شو الفرق بين ال 400 مال طيب التأهيل؟ طيب انا بخدمك زين بخدمك وال 400 مال نهائي. طيب جايبك الجنه بخدمك بحاجه. سؤال، انت قانص وعندك فرق شاهين صايد وعندك فرق حر صايد والحباري واجد، التعامل من نفس الشيء اثنين كلهم يهدون. هذا مقناص يا يبا، احنا نتكلم مسابقه الله يسلمك. هذا يهد وهذا يهد. بعض الاحيان تهد فرق الشاهين ويفوز، بعض الاحيان تهد فرق الحر ويفوز. لكن احنا نتكلم في تاهيل ونهائي. شو الفرق؟ طير يطير له 400 متر، ايش تراه الطير ان هذه ال 400 متر نهائي؟ طيب ابو سعد زامن ما سمعت رايك. الحين الربع كلهم يتكلم، الشباب عندهم مهرجانات مرمي، عندهم مهرجان مرمي وعندهم مثل البرذة، ممكن ما يجهز طيوره، يعني ما يجهز طيوره حق صفري وحق البطولات الثانية، يجهز حق البرذة ويجهز حق المهرجانات الكبار وحق مرمي، يخلي تجهيز طيرة لين آخر شيء. الدعو التأهيل على ما سمعت أنا طبعا مو مثل الأبطال اللي تكلموا، يقولك احنا نودي الطير كدعو عادي في التأهيل، وفي النهاية يقولك احنا ما نضك الطير ان يبقى صاه، يعني نضكه في نهاية في النهاية نفس الشيء. يعني في تجهيز حق الطيور، يجهزون الطيور، يجهز طيره يبي المهرجان يا اخي ما يبي البطولات الصغار، فيبي يقعد يحك طيره من اول الوقت، يبي في مرمي بارز حق البطوله الكبيره، يبي حق البطوله الكبيره ممكن ما يجهزه، ممكن ما يجهز طيره، ما يجهزه يعني شوي شوي على الطير لين يجيبه مرمي يبي البطوله. كلامك 100% عندك، هذا كلام اهل البطوله، كلام اهل البطوله. انت الان تتكلم من وجهه نظر الصقار. طيب حلو، هم يقول هذا كلام، الحين تتكلم وجهه نظر الصقر. طيب الان حد يعطينا الفرق بين التاهيل وبين النهائي؟ لا ابو خاتم والله انا ما فهمت شيء من الموضوع. احنا طلال انا صادق والله كلامك. طيب انا صادق، انا بقول الفرق لا يعني ما ادري وش الخلاف بين الاثنين. شوف انا ابو خاتم هو يقول هذه بطوله هذه مسابقه صح؟ نعم. انا اليوم كمتابع لهذه البطوله ابي اعرف
الابطال هذول اللي يشاركون في مسابقه الدعو تحضيرهم للتاهيل اللي احنا نشوفه الحين صحيح. هل يفرق عن تحضيرهم في عن 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 النهائي؟ نعم. انا سالتك ترى اول واحد انت في البدايه مساء. نعم طبعا هو او الصقار اول ما يعني المتسابق اول ما يهمه تاهيل. نعم بس يتاهل يعني ما يهمه يجيب اول رابع خامس يدخل التاهيل. يعني تحضيره بيكون عادي؟ ما في عادي التحضير لا في التحضير لا في التصفية ولا في النهاية عادي لكن لو تأهل يبدأ عادة الحين يعني التكتيك النهائي عنده يتغير 100% انه يكون على نفس السيستم الطير لكن يحاول انه ما يخطي مع طيره بأي شيء في وقته يعرف وقت الدعو متى بيكون شلون هيئه يتعب عليه تعب مو طبيعي ورقمه في الكشف طبعا حتى التأهيل هو تعبان عليه لكن اقول لك لا يجي في النهاية لان اللي معاه في النهاية نخبة النخبة اي جزء من الخطأ يعني ضيع لك المركز الاول الله يرحم والديك بيض الله وجهك يا ابو هذا الكلام كلام مضبوط 100% ابو خاتم يتكلم عن الصقر بيض الله وجهك يجهز هم قالوا لك شيء يا اخي انا ما قلت لك ما قلت فيهم شيء هم يقولون في فرق بين التاهيل وبين النهائي جواب على في طير يجهز اصبح كله نفس الشيء ما في طير يجهز نفسه الطير صقر اكيد زين احنا نقول شو الفرق بين التاهيل وبين النهائي هو الطير نفسه بيطير نفس الشيء والتاهيل نفس الشيء سؤال انت الحين لما تسال عن فرق التاهيل والنهائي تسالني عن الصقار ولا تسالني عن الطير لا انا اساله هو سؤاله واضح لا السؤال واضح سؤالك سؤال طلال واضح بس قال هل تجهيز الطير نعم للتاهيل نفس تجهيزه في النهائي لا يختلف الطير يختلف يختلف عطني يختلف يختلف عطني انا افدني جزاك الله خير انا اقول لك افدنا يلا تجهيز الطير للتاهيل ايوه على قدم وساق شلون على قدم وساق انا اقول لك على مهيمة يعني لا على قدم وساق تلقاه يجي الصبح تقول العصر وتدخل عليه مو شو كلام يعني معليش خلي يقول طيب بالتاهيل أيه؟ مثل ما قال ابو خاتم خلني اتاهل وعقبها نبدا برنامج مثلا لو يبدا برنامج قوي بعد زياده مثلا قصدي انا اقصد تكثيف التدريب على الطير أيه؟ تكثيف التدريب على الطير للنهائي مو معقول اني انا اتاهل ولما يجي النهائي وانا ماشي على نفس السيستم الجو عندي يبرد الجو يحتر الهواء وزن الطير اليوم انا هديته جاب تيم بكره انا ما هديت جاب تيم طيب لما يجي النهائي من قالوا له مبروك تاهلت صدقني يا ابو سعد باكر الصبح ممكن يدعي العصر بعد هم يدعي طيب. الصبح طياره العصر يهد دعو ابو فهد يزيد التكثيف فقط لو سمحت خلنا ناخذ بس العشرة الباقي على اساس نتكلم عن انا ما اقتنعت نتكلم عن وجهة نظر هذا النقاش نذكركم بس المركز العشرين نذكركم العشرين إلى 11 هذول اللي تشوفونهم قدامكم فريق الزمن مركز ال 11 وفيصل الدوسري مركز 12 وفيصل أيضا الدوسري هو نفسه المركز 13 والمركز ال 14 الشيخ عبد الرحمن الثاني والمركز 15 خالد راشد بن زمات والمركز 16 أو المتأهل 16 فريق الزم والمتأهل رقم 17 محمد ماضي الهاجري والمتأهل رقم 18 عبد الله عامر الكعبي والمتأهل رقم 19 فريق تنبك والأخير والمتأهل الأخير في هذه المسابقة الشيخ خليفة محمد آل ثاني العاشر عبد الله عامر الكعبي نشوفه رقم 10 المتأهل العاشر عندك يا خليفة عبد الله عامر من الناس اللي ما شاء الله يعني دائما حاضرين في البطولات طيره ما شاء الله طلع من يده ستارته زين لو انه اخذ يمين بعد شوي لكن مساره يعتبر زين وهو من الطيور اللي جات في اول 19 400 42 اللي بعدها فيصل النعيمي عندك ابو فهد ما شاء الله المركز التاسع فيصل خالد راشد الجبر النعيمي طبعا من الابطال اللي معروفين انطلاقه الطير جدا طيبه ومسار جدا جدا طيب الله يبارك طيار الطير جدا طيب ما شاء الله مع انه شط بالاخير شطه بسيطه جدا ما تذكر لكن جناحه طيب الله يبارك لها ان شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن محمد جابر النخس اللي بعده عندك زامل
محمد جابر منخس على اخر الدقائق. هذا الثاني رشح مبارك. ايه هذه هو مبارك. ايه هذا ما شاء الله مساره طيب على ارتفع شوي لكن نعوض. تجمع 19 و38. الله يبارك له ان شاء الله. محمد يوسف المناعي اللي بعده عندك يا مبارك الشافي. محمد يوسف ما شاء الله الطير راكد. اللهم صل على محمد. وهادي نسله شاف. هاي فريق بظروف ما شاء الله. شط الطير يمين ترى واجد. ها خذ يمين زياده شوي. رجع الان المسار الصحيح ما شاء الله عليه. جناحه طيب ومساره طيب. كنا ارتخى الحين. ها شوف يوم قرب من هذه ارتخى شوي. هذه بطل في شو اسمه. شوف صف بعيد. هذا بطل في في شو اسمه البرثة. مش في البرثة في اليوم الوطني. طير هذا لو ما صف وما شط كان راح يكون له اسم. اللي عقبه فيصل النعيمي عندك يا ابو سعد. عندي انا؟ ايه ما سمعت ترى انا. عندك طالع منك. هذا حق فيصل ما شاء الله انطلاقته طيبه. ارتفع ونابه وراح يمين لكنه يشوف الداعي وعاده مرتفع لكنه فرخ يعني ما يلام. الفروخ كلها ترتفع فروخ لنا. عقب عود دق التراب وروح مساره طيب وجناحه طيب. في التاهيل ممكن يسوي هالشكل لكن ان شاء الله في النهائي بيفر البرغي شويه عشان يعود يسار يضبط الطير عشان يضبطه ما يخليه يروح يمين. يعني غادي له سنه ثانيه يسوي له. يسوي له اعاده برمجه يغير السوفت وير. هذا التاهيل. لا الحين التاهيل عادي خليه يروح. في النهائي بيغيره بيسوي له ان شاء الله يقص يقرض ريش شويه يمين عشان يروح يسار شوي. ترى هاي رساله لكم. ها بعدين عقب ما اشوف المتاهلين ممكن تاخذوا راحتكم لكم حق الرد. ابو سعد كل ما يجي منها عشان. طيب ناصر محمد نعيمي عندك يا ابو خجيم. ناصر من الابطال اللي دائما ظهوره في المحافل الكبيره دائما. هاي سلوموشن اعاده ولا هو؟ اعاده. هذه اعاده هذه. عشان تاكيد كلامي. ايه بنعرف الاعاده. ناصر عندك ابو خجيم؟ شوف هذا من الطيور. ناصر ما شاء الله متاهل عنده بكذا طير اليوم. وطيوره تلاحظ كل مسارها ممتاز جدا. التيم شوف التيم ما شاء الله عليه. شوف شوف جناح الطير هذا ما شاء الله عليه. شوف التيم بارك له. هذا مسكت ومساره صح. مساره ما ارتفع ولا شط ما شاء الله. 18 هاي طير رقم كم؟ 18 كم؟ الرابع. شوف يا طلال. ايه الرابع لبيت في منى. انا بيعيدونه بس مو في البطيء. بدي يعيدونه قبل عيد مره ثانيه مو في البطيء. شوف لاحظ الطيار. لاحظ الله يبارك له راكد ويهني ثابت. ناصر ثابت لان انا نشدته من الناس اللي نشدتهم ذي. لكن شوف الطير السبوق شلون. شوفه في الاخير شلون تقول كنه يبي ينقز ما شاء الله عليه. يعني يعطي في النهايه الفنش يعطي اكثر ما عنده. وهذه الميزه الطيبه في الطير السباق. ترى الهواء مشايز. عرفت شلون؟ انت الحين احنا ما نتكلم عن الهواء. اقول لك انا شلون الاخير في النهايه الطير. اغلب الطيور ترى لو تشوفها في النهايه يفتر شوي. يصف ويفتر لانه يحس انه قرب من وهذه اكبر يعني اكبر شيء يعني الربع الصقاقير يدورونه يعني. لا هذا اللي ما يقدرون يعني يحاولون يعدلونه في الطير انه يكون لين الاخير وهو يبدا يزيد. عرفت شلون؟ حتى في العاب القوه لو تلاحظ هذاك شو اسمه البطل ليتعدى النص بولت اسمه بولت شو اسمه هي راح عليهم بولت سبقوه خلاص يبا راح يقدرون صقاقير ابو خاتم في النهايه. هل سبقوه تاهل جوره الرجال ذاك طيبه العيال الواحد طير في جورته الله يخليه سم طال عمرك سم الله يعدك. عاد جوره الفرخ الله يبارك فيه طيبه لبيه جوره الفرخ هذا اي نعم الله يبارك فيه هذا طيبه الله يهنيه يبارك طيب ان شاء الله يبا الله يهنيه ان شاء الله. كان العلم مشايز ها بس ما راح يمين راح سيده. هذا ما اقول إيه كلامك جميل. انا ما يعني الحين ما احنا ما نتكلم انه راح يمين ولا يسار. اتكلم لك انه شلون الصقار يخلي طيره يدي الاداء لين النهايه ويزيد في النهايه
يعني يعطي كل ما عنده. اغلب الطيور يا غانم صف قبل من يقرب التلوحه كلها طيور. نحن هي طبيعته يجبرنا يرجع ورا. فما طيب. شاء الله هذا تشوفه تقول كنا يبي طيب. يتعدى بعد مكانه. وصلت عشان ما نكرر كلامنا. نشوف المركز او المتاهل الثالث فريق الزم. فريق الزم الكلام عندك يا دكتور. فريق الزم ما شاء الله بدايته طيبه ما شاء الله اختياره حلو ما شاء الله كان قابض القاع ما ارتفع الطير مساره طيب لاحظ في الاخير نفس الشيء هذا اللي تغير عليه الهواء. ايه هذه من عقب اللي تغير مساره طيب صف قبل ال الداعي تغير في وقته الهواء ولا عقبه؟ عقبه عقبه طيب بعده تغير يعني على الثاني ولا لا 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 في دوره. في دوره في دوره تغير الهواء ما تغير الهواء. شوف رده رده ورد الطير اللي قبله مال ناصر وشوف العلم العلم هو وياه نفسه. طيب نشوف القمره والثاني عندك بخاتم ما شاء الله. طبعا علي الله يعني بيض وجهه حداداته كلها طيبه وزينه وطيره ما شاء الله مسكت مساره مول على الداعي سيده والطير من طلع لين النهايه مثل ما تشوفه هو اداء واحد الله يبارك له. اعتقد هذه خبر عاجل. لا 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 خبر لا لا خبر عاجل قرناس هذا كفايه. صح صحيح خبر عاجل قرناس. طيب الاول محمد راشد النعيمي عندك يا ابو خيت. ركز في الانطلاقه انطلاقته مو بزينة الله يطول حاجة القام. أنت تقول زينة؟ ما شاء الله تبارك الله. إيه يقول مو بزينة أبو خاطر. صارت زين. صارت زينة. يعني الجزء هذا ما شاء الله عليه راح هنا وايد حلو وايد حلو وذاك القاع بس هني كنا صفت شوي كنا ما صادر السنسر. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه شو الانطلاقة ها؟ ابو بخيت هذه الطير اسمها الحوت اسمها الحوت الطير الحوت هذه اي نعم الله يبارك له فيه ان شاء الله الله يبارك. الطير صعب هذا صعب صعب بس في في شاية في شاية نبي نتكلم فيها بس نوضح حق المسادة المشاهدين بان هذا الطير جاب 18 ثانية و30 نعم وما انطلق عدل 30 جزء وما انطلق عدل وما انطلق عدل. شوف الاطلاق يعيدونه شوف النشار يعني اثر بس لحظة لحظة انتم تقولون ما انطلق عدل لا ابو بخيت يقول طلعته زينه لا بس لا لا بس شاف في البدايه في البدايه لا في البدايه كلام ابو بخيت صح كلام ابو بخيت صح ابو محمد فارش ذيل الطير ابو محمد ابو بخيت يقصد انه ستارته مو زين لا 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 ترجع لا سمحت يعرف يتكلم الطير هذا صعب والله عنده لسان ويعرف يتكلم لا لا هو قصده شديد هذا الطير بطل هذا اللي اخذ الاول في البرثة على فكره الطير هذا ضيع ثانيتين من من عقلته شوف شوف هاي عادي شوف 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 لا ما ضيع ثانيتين ما ضيع ما ضيع لكن ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه شوف وايد حلو شوف طيب الطير الله يبارك طلال طلال شوط الفرق الحر انا اعتقد انه يمكن هذه الشوط هذا السنه من اقوى الاشواط اللي في شوط الحر في الفئه نفسها في الفئه نفسها يمكن من اقوى الاشواط على تاريخ البطوله اتوقع كذي ليش اليوم المنافسين في الشوط هذه عطني السبب عطني السبب دائما كان في شوط الفارخ او شوط القرناس تلقى تسال يقول لك والله الطير الفلاني هو المرشح رقم واحد في الشوط هذه القمره مرشح العسيري مرشح الزم مرشح ابو راشد مرشح خالد بن راشد زمات مرشح كذا طير سهل 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 الامر ليش يا ابو محمد؟ نعم ليش؟ ايه لانها تفاريخ دشت تفاريخ خلاص دشت تفاريخ مسموحه طيب بخير. انا عندي تعليق انا اقول الله يبيض وجيه ربعنا اللي ادوا هذا الاداء في الفروخ صراحه والله خوش الفروخ يعني الله يبيض وجيههم كلهم يعني كلهم اغلب الطيور اليوم كلها ادت اداء طيب وطيور طيبه وتنافس القرانيس من الخامس انا اقول لهم شوط النخبه خطر على القرانيس بخاتم من الخامس من الخامس الين العشرين كلهم في 19 نعم صحيح الله يبيض وجيههم على الاداء هذا الطيب الفرخ صناعه مو بسهله يعني مو بشاريه الربع ذيله يعني مو بشاريه جاهز وخذا اغلبهم كلهم يعني من 10 طيور ولا 20 طير لين طلع هذه الصفوه من الطيور الطيبه الله يبيض وجيه هذه كلها فايزه للطيور واقف الحكي فيهم
كلها فايزه كلها فايزه. هذه موتر. طيب واحد مطرش لي مسج يقول قول حق الربع او يسمعونا الربع المشاركين اليوم اللي تاهلوا ال20 لا يغترون في الاتيام اللي شفناها اليوم. الهواء دابر. اي الهواء دابر معروف. ما ندري في الهواء. الاول ثابت لا حد يطير الهواء. الطير اللي 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 انهد اللي اخذ الاول طير براشد. براشد لو انطلقته صح شرط يا 16 و 15 اكسل. هذا الطير بطل. 16 ثانيتين ثانيتين صعبة. لا 16 صعب. لا 16 صعب. اليوم يكسرها. يقول لك مو بصحيح. ها؟ يقول لك مو بصحيح وخطأ. يقول صعبة صعبة. انا احترم راي اي واحد، انا اقول الطير هذا انطلاقته خطا. طبعا الرغم اللي لقيته بين الطيور انه يفرق بين عنهم ثانيتين صعب. يعني انا من وجهه نظري واحترم وجهه اخوي مبارك انها صعبه، يعني شيء الا كان تدخل عليهم فصيله غير ممكن يصير، اما شيء من اللي يساويهم صعب، لان بحكم ان تابعنا احنا كل المسابقات اللي فاتت كانوا يتبادلون في الفوز. اعتقد صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. يعني انا متابع وقريب منهم. الربع بينهم ما شاء الله تنافس. صحيح. حتى الثلاثه الربع ذيلا اللي خذوا الاخوان اللي خذوها في التصفيه اليوم بطوله خذها بطوله كل واحد منهم خذ بطوله بخاتم بطوله خذها خذها الله يسلمك الطير اللي شراها فريق بظروف نعم. وطير خذها مره العسيري ومره خذها براشد براشد نعم. فعشان الشكل انا اقول لك ان شوط مفروخ شوط صعب. الطير هذا يا ابو خاتم الاسود طير محمد بن راشد هذا الطير ما كان جاهز في بدايه الموسم في صفري والقناص جهز في البرثه وخذ الاول والحين صعب الطير هذا ينكسر. معلومه الطير هذا صح. احنا ما نتكلم انه ينكسر يا حمد. لا يقول لك الطير قوي. احنا نقول عن الثانيتين. عن الثانيتين اللي قال عنه مبارك. الثانيتين لا صح. ثانيتين صعب. صعب يعني صعب. بتكون بينهم اجزاء المنافسه. انا اقول لو الطير انطلق صح انه فرقه ثانيتين مع الثاني. لا ما لا مو ثانيتين لا ثانيتين هو متسابق وياهم يا مبارك. بس سؤال مبارك مبارك سؤال لبيت منك انت ليش قلت الحين ثانيتين؟ ليش قلت بيجيب 16 او يكسر ال 15؟ كم جايبهم؟ ها هو الحين قريب 16 17 18 جاب 18 و30 الطير نشب مرتين نشب في الكف ونزل في الارض ما طلع صح الطير هذه كم تضيع من الوقت؟ اسالت تصير في شو اسمه المتسابق بس مو ثانيتين لا 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 ثانيتين صعبه جيبها لا 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 الطير هذه متسابق مع ربع اللي وياه في الشوط شوف شوف ترى متسابق وياهم الحقله هذه اخرته يا جماعه بس ثانيه حقله ذي حقله انا اعتقد ثانيه نعم تروح عليه وثانيتين لا بس ثانيتين صعبه ثانيتين يا جماعه يعني وقت بس ثانيه ممكن اجزاء ثانيه اذا الطير هذا وصل النهائي سليم طيب وبخير ما في شيء هو والهوى. صعب من المرشحين هذا لا لا شوف هو بطل أنا ما اتكلم عن توقيت بطل هذا ادري ادري انا ما اتكلم عن توقيت توقيت تركه توقيت هذا ممكن يجيب 15 ويمكن يجيب 20 في التوقيت هذا عامل الهواء دور مهم صحيح. انا اتكلم اذا الطير هذا اللهم صلي على محمد جاء النهائي سليم شرط انه فرقه مع الاول اللي بيكون مع الثاني ثاني هذا الحاجه اذا انطلق صح ثانية فرق ثاني السنسر طيب. وين يا ابو خاتم السنسر لم يد الرجال السنسر قدامه بكم 10 امتار شلون يبا السنسر من قدامه عشان اربع امتار الوقت. اربع امتار اربع خمسه تقريبا اربع امتار حتى اربع اعتدل مبارك يعني من طار من يد اعتدل اعتدل بس اثر عليه الاسناء ثمان امتار ثمان امتار هنا اعتدل من مبارك وايد اعتدل يعني ما مشكله الظهر من ظهرك في أيوة. هذا السناح الطير كان في من جنوب ثمانية لين زين هنا سؤال يا ابو ثمانية متر أربعة عشرة متر اعتدل ابو ناصر الطير الجميل راح الان انتم كلكم اتفقتوا ان الطير هذا انطلاقته خطا صح؟ يعني حقل وطلع ويمكن اخر عليه الوقت اعتقد انه كلهم انا كمقدم برامج انا مالي راي لا لا يعني الشباب كلهم إيه؟ اللي سمعناه عنهم انه قالوا ان الطير هذا صار معاه الشغله هذه صح؟ اي نعم طيب لو صارت معاه في النهائي تاثر عليه اكيد تاثر عليه هم ياخذ الاول انا مجهزه احنا لا نظهر من الموضوع مالتكم مغير له خطط لا لا مغير له مدري وش ما تقول له ما تقول له احنا قلنا الموضوع كل قال رايه ونتوكل على الله نشوف موضوع اخر لا في كلمه انت قلتها وايد زينه يا ابو خاتم الله يجزاك خير كلمه مو مهمه في الموضوع كلمه قلتها لطال عمرك ان الطيور شوفوها قلت شوفوا الطيور اغلب الطيور لا قبلت على الداعي صفت والطير اللي انت مدحته اللي برمعة جناح واحدة لين تعدى الداعي نعم هذه الطيور اللي كانت تقول انت
يتعبون عليها الصقاقير ويدورونها خاصه حق المسابقه، يدورونها وهو يصنعها الصقار كيف يصنعها لين النهايه على هذا المج على هذا الاداء. الان احنا طبعا ما وصلنا للمرحله هذه، اذا فيه خطه عند ربعنا واخواننا يخلون الطير، خلنا خدمك، يخلون الطير في رمعة جناح واحدة من يظهر لين يوصل، يعلمون اخوانهم ولا يعلموننا؟ ما بنقول لك صعب يعلمك، انا اقول لك صعب يعلمك. على ابو خاتم اسمع لي، في طيور تجي الدعو منهم طير محمد بن راشد مستحيل قرنا الشاهين على كلامه، حاول فيه وهو ريال بطل، حاول فيه يصف قبل السنسر بمسافة بعيدة، مسافة بعيدة يصف قبل السنسر، حاول فيه قام يفك له حمامة عند الدعو سوى له كل شيء، الطير سستمه كذي خلاص ويفوز الطير. طيب انت بتعرف الفرق، شوف ليش ما في دقة، يسوون نفس الكلام اللي قلته انا قلت انت بس بطريقة ثانية. لا انا لا. اقول اذا هم تجهيزكم على قولتكم ان النهائي غير والتأهيل غير، اذا التأهيل الطير انا عندك ازامل طير، وفي التأهيل ولا في الدعو مثل ما تكلمت تفضل ما الدعو يصف قبل السنسر، هذا الطير هالشكل صح ولا؟ طيب شلون بتأهله؟ بطل هذي انا فاهم عليك سعد. شلون بتغير له وبتخليه في النهائي ما يصف يا اخي غانم فر برغي غانم سعود ريشه اجاوب هذا التأسيس يا ابو سعد، هذه الطير يصف هذه الطير يصف وياخذ الاول يعني يجي على سنته وياخذ الاول عليك انا والله لا لا شوف غانم اليوم براقي غانم انت تفر برغي هاي انت قاعد تستفز الشباب انا ما استفز حد لا واضح انا اقول يعني انا فر برغي انك تكثيف انا غشيم في السيجاره ولا اعرف الدعو ما دعو انا ما اعرف لو غشيم ما جيت هالمكان سمعت لا انا جاي استفيد من اخواني لا اخواني يقولوا مني وافهم مني الجمهور يبون يستفيدون منك انا هذا حد عرفتي يعني انا اشوف اذا انا حدك برغي طيب قول لي الله يخليك حق اسمع انا انتم تعرفوني كلكم انا رامي لما اجهز حق بطوله اجهز حق بطوله بنفس قوه الفاينل بس فاز عليك خليفه حميدي ما عليه فاز ما فاز هاي تركها خرابيط خلنا نعلمك انا الخطه شلون انا الان لما اجهز نفسي حق بطوله اجهز نفسي نفس الرمايه اللي انا برميها في التاهيل هي اذا رميتها نفسها في النهائي بجيب الاول يا اخي سالفه الطير غير غانم والبطوله غير الرمايه غير انا جاي اقول لك يعني انا اكيد انا اقول لك الله يسلمك انا كذي انا يعني معلوماتي على قدي موضوع ثاني جايين نستفيد منكم يعني اذا في تاهيل اعتقد ان المشاهد ما يستفيد من الحوار هاي رايك ابو خاتم بس الشباب لازم يتكلموا احنا ما يستفيد لو تكلمت انت يستفيد ما يصير ابو خاتم لا نقول يعني واجد علقنا على النقطه هذه احنا نبي نسال كلن قال لوجهه نظره لا نبي نسال العالم تبي تعرف هل في تجهيز يختلف تجهيز الطير في التأهيل وفي النهائي يفودون الله يطول عمره انا اشوفه ما في تجهيز طيب كل طير يختلف الحين خلاص الناس كلهم تكلموا طيب شكرا سعد. شكرا انا بفيدك بحاجه واحده في حاله التأسيس اول ما تاخذ الطير لازم انت تأسسه من البدايه تخليه حقل في طياره لين يوصل الداعي حلو انا معاك في هذا يعتمد على نوعيه الطير على اساس الطير على كون الطير انا مارد الطير حلو. نفسه انت مو بتروح تاخذ لك حيله طير وتبي تاسسه احنا ما جينا في هذه يا ابو ناصر هذه غير اللي تكلم عنها انت احنا نتكلم تحضير الطير تحضير في التاهيل غير عن النهائي اي نعم غير. اعطوني يا اخي انت تقولون كلام غير يا اخي جاوبونك مساء انت ومقتنع اي بالله غير خليني اتكلم شويه كلام غير تحضير يا ابو سعد الطير القوي ها هذا راعيه ما ينقل همه في التاهيل ينقل همه بس في انه ياكد عليه في الستارت انه ينطلق صح وانه شايف وانه ما تصادفش ماني شوي بس لجان النهائي اللي وياه النخبه اي فيحتاج يكون الطير اصلا اي على مستوى من الجوع معين مو بانه هالكه بالجوع عشان يطيح لكن هو حاسب قياسه وحاس عارف 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 سرعه الهواء وعارف الطير متى حلو يقصر على الاعشاب طريقه هو يعرفها اختلف التحضير والله انك ممتاز يا ابو مشعل اما التاهيل العادي التاهيل العادي على دعوه العادي يعني بالتاهيل هذه الاشياء ما يسويها؟ ها لا ما يسويها لا البطل الطير السبوك خصوصا في تاهيل 20 الرقم ما يقصر عليه ولا ال 20 اللي تقول تدش معاهم تاهيل ايه مش معاه في نفس الشوط
اي وياه في نفس الشوط ضربوه وطلعوه برا. لا هو ايش قلت لك في البدايه؟ قلت لك ياكد على الانطلاقه انه هو ينطلق صح، يدري انه هو متاهل متاهل. طيب طيب سؤال نوقف لان سمعنا كلام اكثر من شخص تكلم وكل قال رايه والجمهور هو اللي يحكم الحين. هل فعلا بساعد كلام لك انت، هل الهواء الدابر يرفع الطير؟ الهواء الدابر؟ ايه اذا الطير الغشيم بيرفعه. ها؟ يرفعه. الطير يرتفع عشان الهواء الدابر؟ يدز من وراه؟ ايه يدز من وراه، بعض الطيور ترتفع. خاصة الفروخ. شباب؟ شفتوا الفروخ انتم؟ يأثر عليه. يرتفع الطير ولا بعض. اول ما يطير ما ياخذ له شوي لين يعتنس. يختلف. يسوي الستارت صحيح. يختلف ستارت يكون في خلة. ما يساعد يعني. لا. الا الطير الصغير، الا الطير الصغير طلال. ابو محمد الطير الصغير لا يشيل عمره. اعتقد باول 50 متر يلا يوازن نفسه. نعم يوازن نفسه. اول 50 متر انطلاقا بعد الستارت، بعد ال 50 متر اعتقد يلا يستعدل المسار للداعي. هذا اذا ما ارتفع. اما كميزان يمين ويسار هذه اعتقد انها وارده. كاول 50 متر. اكثر شيء في الفروخ انا اعتقد. اكثر من القرناص. القرناص ممكن يسبع. طيب كتوقع الاتيام هذه بنشوفها في النهائي ابو فهد؟ لا. لا. على حسب الهواء. قصدك بالفروخ ابو محمد؟ بالفروخ. بالفروخ ما اعتقد. ابو سعود. بيك على حسب الهواء. اذا على حسب اذا كان دابر اذا دابر نشوف نفسه احسن. الهواء دابر افضل وخفيف ودابر زين يعني يساعد ايه؟ الطير تشوف حتى افضل ممكن. افضل اذا كان دابر في نفس المستوى بتشوف افضل تيمات افضل من اليوم. لكن اذا كان ناحل لا طبعا عامل الطقس دكتور هو يحكم بالتغير الارقام. بالتغير الارقام للافضل ولا للافضل؟ للافضل. اي نعم اتمنى الافضل ان شاء الله تغير. اتمنى انت تمنى هذا التمني شيء والتوقع شيء ثاني. انت تتمنى ان شاء الله انها تنزل. التوقع اتوقع ان شاء الله ان شاء الله انت تكسر. ها ان شاء الله انت تكسر ان شاء الله. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. طبعا طلال انا السنه يعني هل الدعو بيكون عندهم تشويق كبير. سألني ليش؟ ليش دعوا التصفيات يخلصون من التصفيات بيدخلون النهائي محلي، بيطلعون من النهائي محلي بيدخلون مع الدوليين وكذلك بيدخلون شوط نخبة. نخبة يعني اليوم انت فزت علي وانا عندي عذر شار طيري او شيء او قدر الله بدخل معاك بعد مدخل ثاني، يعني انت خدت اول وانا خدت ثاني ولا ثالث بدخل وياك في منافسة اخرى. فهذا التشويق اللي بغادي بيصير وبتشون السنة بتشوفون السنة يعني بطولة متميزة. صحيح. يعني هذه وجهة نظري أنا. يعني. نعم. وبخصوص الهواء. الهواء يا أخوي والأتيام. الهواء اللي كان دابر في صالح الطير للتيم. وإذا كان مناحر بشوف أتيام بعيدة حسب سرعة الهواء. هذا شيء للطير الدابر يساعده ولا ما يساعده. إذا هواء والطير الله قسم إنه ارتفع. يعني من طبعه هو يرتفع ليضربه الهواء ارتفع ورد خر الطير لقده خار يعطيك سرعه قياسيه غير السرعه اللي يقطعها وهو يطير سيده. فهذا شيء معروف واعتقد ان كانت البراهين في بعض الطيور اللي شفته من شوي ارتفع ونزل ودخل في يعني ما يضره بعضها ما يضره الارتفاع هذا بس الارتفاع اللي يكون هو بسيط وينزل من عقبها نزله قويه باذن الله انها تغدي في صالحه. في صالحه. مساعد هو شيء الاتيام تغير ولا مثل ما هي يعتمد يعني كلام ابو خاتم وضح الفحوه يعني توقعاتك اذا الهواء دابر بتغير طبعا تغير اذا الهواء دابر واقوى طبعا لا بتغير يمكن بدي انزل بعد اما اذا الهواء مناحر ولا مشايز طبعا غير. طيب ابو ربيعه مع ابو خاتم مع ابو خاتم العلم عند الله لكن يوم النهائي 13 ابو خاتم صحيح؟ ايه 13 النهائي 13 سرعة الرياح من 10 ل 15 شمال فأتيام الفروخ يوم 13 أتيام الفروخ أنا أعتقد إذا هو على النشرة والله أعلم أكيد إنه ما راح تتكرر لأن الهواء شمال سرعة الرياح بين 10 و 15 يعني بيكون جو أصلا جو زين حتى حق التيب بس لكن أتيام ال 18 عند الفروخ لا صعب صعب, صعب. نشوف معاكم شفنا معاكم 10 المتأهلين هم ال 20 شفنا أول 10 نشوف الجزء الثاني من العشرة المتأهلين في هذه المسابقة. المركز الأول محمد راشد حسن جفال العيمي، المركز الثاني محمد صالح القمرة، المركز الثالث فريق الزم، المركز الثالث ناصر محمد ناصر العيمي،
والمركز الخامس ناصر محمد ايضا ناصر الجبر نعيمي، والمركز السادس فيصل خالد راشد الجبر نعيمي، والمركز السابع محمد يوسف المناعي، والمتاهل الثامن محمد جابر النخس، والمتاهل التاسع فيصل خالد النعيمي، والمتاهل العاشر عبد الله عامر محمد الكعب. نكتفي بهذا عن موضوع الدعو ونروح للفاصل. تفضل. بخصوص الهواء انا دخلت على الموقع، اذا يوم السبت الجاي الهواء خفيف 6 شمالي شمال غرب. نهاي. نهاي. ايه. النهاي بيكون من 6 ستة. إلا 6 ثابت من الساعة 3 لين الساعة 6. والعلم عند الله. والعلم عند الله طبعا. طيب. وكذلك بعد عندي توضيح. تفضل. إذا أنت حاب. لا حاب ونص. إذا الإخوان حابين. لا لا تفضل. طبعا احنا تكلمنا مساء عن تكتيك الإخوان في النهائي، وأخوي غانم تطرق لها. طبعا كل يعني خلي يفيدون ربعهم. ايه؟ أعتقد صعب إنه يفيدك. انا عندي شيء اكسب فيه مستحيل اني اجي اعلمك فيه، مو هو انها مساله انها نصيحه، هذه مسابقات يا اخوان، هذه مو هو منافسه، يعني منافسه. فاذا عندي تكتيك معين مثل تخبر المدربين، اظن اخر يوم يمنعون حتى الصحافه تدخل. ايه؟ معسكر مغلق على مثل ما يقولون. ايه بس في محللين شاطرين ترى. ايه يجيك محلل اعبر من المتسابق نفسه. صحيح، لكن الحين شفتهم شو يسوون، انت حتى لو جاي يتكلم يسكر حلجه عشان الكاميرا ما تلقطه. ايه بس يعني في محلل يعرف شو يقول من حد. ايه تحت حلجه حد كان من ورا يده. ايه عارف ما في حيله. اعتقد ان كل واحد عنده تكتيك ولا عنده معلومه تنفعه. ايه؟ اعتقد يحتفظ بها لنفسه. صعبه انه او انه اللي قاله مثلا مزرعه زينه يجي منها طيور، يعني نادر اللي بيعلمك يعني من هذا. هذه بالنسبه لي صعب يعلمون. صعب ومن حقه. ايش ترانا ايش الربع ذول ايش تراهم انه في فرق بين التاهيل والنهائي؟ احنا مجرد توقع ابو سعد. لا الربع مجرد توقع. نقول لك تكثيف التدريب. كلامك انت 100 تكثيف التدريب. غانم شكرا شكرا زامل شكرا. انا قلت ابو خاتم كان بيكمل المعلومه وتبي يسوي نقاش وتبي يسوي مشاكل وعقب يقول اي تعويش الربع. خلصنا من موضوع الدعو، نروح حق جمله لم ينجح احد بعد الفاصل. الشواهين والحل والحل يا ابو خجيم بكره مطروح ان شاء الله. شوف قلت لك قبل قدامك 10 كل يوم يقولون بكره. شوف طلال انت ترى واليوم تجي. لا لانه خلاص هو هد الحمام الحين اللي عنده. قالها قبلك سيف بن فتير اليوم شارد ما جاء. بكره بيهد نفس الحمام اللي انهد قبل، فان شاء الله انه بيخلفون الظن بكره هالشواهين وبيصيدون باذن الله. ان ما صدت انا بصيد غيري. في طير قوي بترشح من الحين؟ لا كلمني عن هدد اليوم. اليوم ايه؟ انا موجود عنده. ايه انا موجود عند عبد عبيد. والله ما في حيله يا ابو محمد، والله ما في حيله. شفت الكلمه هذه؟ بتقولها بكره. والله انا لو شوف بكره انا لو قلتها انا اقول لك انا ما انا استعدادي السنه مش مثل العام. انت وغيرك. لا غيري الكشف كامل. بكره بيقول هالكلمه. بكرة لا في طيور بكره مستعدة وعارفها موجود، يعني ما لها عذر ما لها عذر. أنا أقول لك عاد هي وحظها بالحمام. حمد الكلام هاي اللي تقوله قاله غيرك أول أمس عن اليوم. والله عبيد يرجع على أي كلمة. عبيد خطير. ما في حيلة عبيد خطير. ما في حيلة ما في حيلة. لا والحل يا أبو خاتم
الحل طال عمرك. الجمهور ما اليوم حتى الجمهور صار بصاد احباط بينا. والله اعتقد ان الجماهير موجوده. اي لا نبي الجمهور بكثره. صحيح. نبي جمهور ثاني يوم. ايه. الجمهور ثاني يوم ليش يا علمني قول لي ليش؟ شاف شاف 500,000؟ 500 صحيح مثل ما قلت لك انا عبد الله كان مسوحل وحولوا عليه. والحين هو قده فوق تخبي. الوصف والربع 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 كل ساعه خاله واحد لكن ان شاء الله انه بيحول ايش كثر بيطير؟ بيحول. 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 انت العام تقول كلمه ابو خاتم اولت العام دائما تقول. احنا معاك نقولها يعني دائما نقولها. اطلبوا والله. اطلبوا والله. والنعم بالله. الله الله اللي عند الله. والله يصبرنا عليه. انا 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 اعتقد يعني شوف. يعني ما شوف بكره بكره. بكره؟ اه بشر اذا مو بكره عقب بكره يا خاتم هذا مبارك بالناصر اول يوم قلنا ان الصيد اذا وصل 20-22 ممتاز رغم ان العام 40 حسب الاداء والله ما بديت اشك حتى في العشرين 20 والله يعني استمروا ما عاد التشوا الريشه ما عاد اقبل 5-1 اشك استمروا على نفس الحمام شوف وانا اقول لك شرب الخير وانت تقول ثلاث ارقام ها؟ ايه ارقام ثلاثي بعد احنا تكلمنا شوف انا اتوقع ان خلكم قريب لا احد يبعد من مالي لا متى عجزنا يا ابو ناصر ابو ناصر تو الناس يا ابو ناصر ما بتو الناس تكلمنا مبارك مبارك تكلمنا بكلام الطيور تجهيز للطيور الطيور مشتراها متاخر مرحبا خجيمه الحين مرحبا بدا الشايب يا ابو يا ابو ونعم 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 حبب الشايب اللي والله ان شوفته انها تنومسني هالقطعه ونعم 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 ودك انه صايد اليوم ودك ان الشايب ده صايد والله لو كان كذا ودك انه صايد بيض الله وجه الحضور اي والله الكل الكل وده يا سيدي ابو هذا مرمي هذه مسابقه اي هذا مرمي دائما علومه طيبه انا خاطري اشوف واخواننا بيض الله وجيههم على هالمهرجان اللي دائما يشرفنا هالقطر ابو ناصر لبيك لبيت منا وهذا اللي نفتخر به والله يا ابو خاتم الكبير عندنا يشهد الله الصغير عندنا يا ابو خاتم يا ابو خاتم يشهد الله ما هو مجامله في وجهك وانا اسال عنها هالكلمه انكم جملين بعلومكم الطيبه وباخلاقكم الزينه وترتيبكم الطيب والله بيض الله وهذه شهاده مجروح فيها لكن بيض الله وجهكم خفوا علينا في الحمام جزاك الله ايه في النهايه لكن هاي كلمه لكن مصيبه خفوا علينا في النهايه مش في النهايه لا لا النهايه قالك مش النهائي ايه حلو هذا قصدي خفوا علينا ها يا اخوي انت دور السبب كلام على الاشاره خليك من ناحيه ابو سعود الرجال هذا يدور السبب علينا لا تسمع نفسك يعني شخص قانم لحظه قانم تعرف شو يقصد يقصد انك انت استسلمت ما بدي تمام مستسلم مستسلم اي تدري ليش مستسلم انا طيري ما مرشت له من اسبوع اي نعم اسوتهم باخواني هالقطر كله المفروض ان اقل حاجه يكون حمام ارخم من كذا شوي يعني انا ما اقول هدلي حمام قلقص ما صارت مسابقه خلني اخدمك بديت خشمك هدلي ثلاث اربع فروخ معها خلي العالم تنوم شلون ويصيدون ونستانس هذا قصدي ما صارت مسابقه يا اخوي ما صارت مسابقه قلنا خمس ايام انا بجيب لك حمام خمس ايام ما حد راق خمس ايام ما حد راق ارجوك يا عبيد فخر وهد لنا شوي خف علينا فروخ ونتف منها شوي يا ولد خف علينا وين الرجال اللي زامطون واللي متحزمين بالشواهين واللي بيعلق انا بشرك اني سلمت على فلوسي والله ابو سعد من ذكرتها البارح وانا داري انها سالفه نعم بتعلق يبا فوق من ذكرتها البارح بكره حد بيعلق انت من حطيت حقك وانا داري انها سالفه انا اسالك بكره حد بيعلق فاتح ابو سعد الليله لا لا, لا, لا ما بكره بكره بيصيدون سته حق لا اله الا الله سعد الطير اللي رشح امس على فكره بنشوف على فكره اسمع على فكره على فكره اليوم عبيد هذا ثمان فروخ يلا خذ يا عبيد هو يقول حق سيف فروخ 2016 هاي 2016 قدها جد فروخ سنه 2016 هو يقول الحين فروخ هو صاد قدها جد هو يقول لك 2016 جد طلال 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 هو يقول لك فرخ انتاج 2016 شوف يا علي علي صل على النبي صل على النبي على الهبيده اهل الحمام اهل الحمام مساكم الله بالخير اللي منتاج 2016 الحين جد ولا مو جد زين علي يا الهبيده كنت شيب الحين شيب يا ابو فهد انا ابوها جد من 6 شهور البارحه احنا نسولف انا وياك في عبد الله بن محسن عن طيره نعم انه انصاد فوق انا حطيت له 50,000 بيض الله وجهه وهو عبد الله رفيقنا واخونا ونمون عليه يستاهل يستاهل الان مني انا يا غانم بن سعد اي طير منا لنهايه المسابقه يعلق فوق
مثل الوشيل يحول بها ياكل من ظهرها، ولا مثل طير العذبي ياخذ مني 50. والله راحت فلوسك يا ابو سعد. يعلق فوق؟ اي والله اني حاضر على مدى الشدود. زين لو سمحت غانم، غانم بكره بكره جهز ال 50 لو سمحت. ابدا بارز كلمني زامل عن الهدد اليوم. لكن ودي اني اخذ منهم شيء بعد. ايه اليوم الهدد طيب، كنا صار شيء لازم نشكر اللجنه، لجنه الهدد نفسها، بالاخص ذكروا لي علي بن سلطان، انا طبعا مو في الموضوع بس اتصلوا لي تليفون وقالوا لازم تشكر على الهواء زابن الدوسري. الزابن كلهم يشكرون علي بن سلطان على اعاده حق طير عندهم. ليش؟ علي هو اللي راح وطالع الفيديو، شوف الفيديو انه طير اعتقد انه خرع اللي على طير رقم 6 على المخيم، على المخيم طير رقم 6 طير رقم 6 والرجال راح، الرجال راح علي بن سلطان رفع السماعه واتصل حق الرجال وقال له لك اعاده اعتقد يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء اي، والرابع يشكرونه وقال له اشكر على الهواء. طيب واحنا نقول ما قصرت الجو هناك عند علي ان شاء الله بعد يرضى الله وجهه. وش الطيور اللي اخترتوها اليوم؟ الطيور القويه اللي سويت عرض، ليش تهز راسك انت امس مرشح رقم 2 انت وعلي؟ ما ادى لا رقم 2 ولا رقم 33. رقم 2 سوى اللي بيعلق. ما شاد ما شاد ها ما شاد. الطيور الطيور طيبه بس الحمام قوي. وإذا استمر الوضع على ما عليه ما حد بصايد. أوضح النقطة اللي أنا قلتها في مجال إني أوضحها. وش هي؟ الكلام اللي قلته أنا الحين عن عن التعليق. إيه. أنا أقول التعليق؟ لا سكر الموضوع هذي. سكر. موضوع إنك تعطي مكافأة سكرة. على خشم. على الشحن. طيب. كنسلنا. ليش أمس قلت لي بقى الطير رقم 2 ويشوفوه التهدد خليت الناس كلهم يضربون دنجر من الخرارة؟ انا بقولك بقولك شغله بلاش بلاش بقولك شغله واسمعتك طلال. اول شيء الطير رقم 2 لاخوي عبد الله بن محسن سوينا في مغلب انا ومبارك. ده هي مو مغلب انا بتكلم، انا بتكلم خلي الجمهور يحكم بعد. اي اوكي هذا نوع بس غانم ترى يسمع لان طال عمرك امس اسمه موجود بالكشف وهو رفيق خاص واخو وعزيز وغالي. شرواكم شرواكم. استغربت انه ما دز لي مسج للترشيح، فقلت انا ابرشح بكل قوة ولا الطير والله طيب زين وقوي لكن حظه هقشر بحمامته قوية. سويتوا فيه أمس يوم سمعكم في الجروب يا مبارك؟ أنا أقولك والله أنا جاني على مسج رجال أبو محمد الطير رقم 2 أبو محسن ايه؟ رأسه طيب يا أخوي شوش. لا لا سويتوا فيه أمس رأسه طيب الرجال اللي ما شوش ما في خير. أبو محسن رأسه طيب ليه سمع النخوة شاش أبو محمد مديره حذف قطر رجال ياسر. أبو محمد مديره بالدوام اتصل عليه الساعة واحدة بالليل، مديرة بالدوام اتصل عليه الساعة واحدة بالليل قال بكرة على الترشيحات هذه انصاد طيرك إجازة مفتوح. بعد والله العظيم حطته يعني في زاوية مسكين هو غافل هو قده وقدود. لا وغيره جاي بعد هو قده وقدود وما زالوا مستمرين. استاهل أبو محسن. طيب وش الطير اللي عندكم جاهز شباب؟ يا الطير اللي كان له إعادة ولا طير طير الخيارين؟ طير الخيارين نشوف طير الخيارين. طير عليه تحدي تحدي وزاد على جايزته 50,000 من غانم من سعد نعلق الحمام. قول يلا ادعينه يلا يلا ادعينه يلا يا هادي يا دليل. غانم من سعد يقول نعلق الحمامة ذي الطير هذا له من عندي فوق جايزته 100,000 له عندي 50,000 اسمها الخمس. والطير طير اخونا عبد الله بن محسن من زايد العلم الخيارين والطير اسمه تعزيز. تعزيز ابشر بالسلامه ابو سعد. بلا طرد الحين طرد ان شاء الله انك تدفع ال 50,000 يا ابو سعد. ما ادري ما ادري يا ابو سعد كني بذا الحين تغزز عند الشاشه. شوف الخير إن شاء الله ما طرد الطير ذا. كبر حظك يا غانم من سعد كبرى كبر حظك يا المشاكس. أنا أحتج أنا أحتج أحتج عليك أبو سعد. خيل قلبي يا أبو سعد ما كبر حظك كني بستضحك ذا الحين يا أبو سعد. هو والله أنا وده يصيد لكن 50,000 الله أسلمه منه. هو يقول والله العظيم الله أبرك السعادة وديني أعلق لكن حظا اوفر يا ابن علم حظا اوفر ان شاء الله معاه. وبعضين غانم بن سعد
عندي طير رقم 19 راهن عليه ابو سعد ان شاء الله انا بيعلق. محمد بن سعيد الله يمسيك بالخير يا حمد بن سعيد، اشكرك على التعليق. انت الحس الامني مش مشتغل عندك ابو سعود؟ شلون يعني؟ الحس الامني ما في حس امني ولا في شيء. ها؟ ما في حس امني ولا شيء. ها؟ معدل الطيور اللي افلست 156 طير مع اليوم. مضبوط؟ مضبوط. هذا واحد من 156. واذا استمر الوضع عليه ما حد بصايد شيء. بس؟ بس. هذا 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 حصل من الحد. الرشح من رشح ما في صيد. ما في صيد. لا احنا نرشح مجامل ربعنا اللي نعرفهم. لا ما يصير جامل. لا والله جامل. ما يصير. بلا والله. والله ما يكلمني رفيقي ولا ابن عمي ولا صديقي يقول رشح الا ورشح. اي بس في جمهور يشوفونك. على عيني وراسي الجمهور. بيشوفون الطير اللي رشحه مبارك بن ناصر. على عيني وراسي الجمهور، الجمهور ما يوبون عيوني اعطيتهم اياها. اما اني رشح. ترشحني؟ اشهدني برشحك. اول مرشحين ابو خالد قدامي مال الشحم. اشكرك. عفا عليك. طيب ذكرنا فيكم مره ترشحون وتقول قدامي مال الشحم، ومره تقول خف علينا يا عبد الله فخر. والله احترنا فيكم يا جماعه. والله صح. اما الرجال يلزمطون ولا الرجال يقول وخر؟ شوف انا عندي قناعات، انا عندي قناعات وعندي جواب اقدر ارد عليه على الهواء مباشر. اي رد؟ لا برد عليه في الفاصل. ليش؟ اوكي. بعلمه بالشيء عندي قدامكم انتم راح تقتنعون. انا ما اقدر اقول على مباشر. اذا ما اقتنع ابو سعد انا من حق. راح الفضول ألف مليون ورا الشاشه. كيفهم انا ما اقدر في بعض. طيب. الكلام ما كل ما يقال يكتب يقال. انا معترف فيها المقوله. طيب. هذه سكت سكتك على فكره. ما اقدر اقول شيء يعني اخوي مبارك. طيب طير الدوسري اللي عادله علي بن سلطان الحميدي رئيس اللجنه، هذا اللي تشوفونه الرجال هد الطيره وخفوه الحكام وخفوه بن جميله وشافوه في الكاميرا اللي موجوده عندنا حق شو اسمه اللي عند حق فهد العنزي اللي كانت على الطعس، بينت ان الطير صف وكسر وحول على رجال كان يدعي ورا الطعس، فشاف الفيديو وعادلوه. نسمع التعليق. هذا من اقوى الطيور هدف. تعليقك انت يا ابو خاتم علي عاد. طبعا انا ما شفت الهدد، طلعت قبل الهدد، لكن اللي سمعت من الربع ان طير الله يبيض وجهه، يعني طير ادى اداء طيب وطياره طيب، والطير الحين في الصوره كل ما فيه زين وطيب، طير وافي وطيب. لكن ودنا يعدون لنا الهدد عشان احنا ليش فهد ومحمد عدون لنا اللقطه اللي شفتها فهد هناك. احنا ليش نتكلم عن هذه اللقطه؟ انا تعمدت اني اجيب اللقطه يمكن مو موجودة عندكم. ها طيب انا بشرحها. عدنا هذه اللقطه على اساس ان احنا نبين انصاف اللجنه مع المشاركين والمتسابقين، يعني وجب التنويه في هذا الجانب. الله يجزاكم خير، بيض وجهكم على اللي سويتوه، واعتقد ان اللجنه في خدمه اخوانهم. لا شافوا الشيء اللي فيه خطا ولا فيه تسبب على حد المشاركين. نعم. تاكد انهم هم معاه. نعم. لو نسبته بسيطه هم معاه، تاكد هاي الشيء ما حد يختلف عليه. لا احنا عارفينه بس احنا ننقله حق الجمهور. صحيح. الله اقول لك يعني الله يبيض وجهكم، هذا الشيء اللي يعني نامله منكم وهاي الدوم اللي انتم تسوونه. طيب الله يبيض وجهك. حد رشح طير اليوم طيور قويه شيء؟ لا والله اللي احنا حاضرين شيخ محمد بن خليفه الثاني طيره 23. من اللي رشحها؟ ما حد رشحها؟ حمد الجميله رشحها ومو موجود حمد. معذور اليوم. نسمع او نشوف الهدد مع التعليق. سابق رقم 23 الشيخ محمد بن خليفه بن محمد بن عبد الرحمن الداني وطير اسمه خطاب.
خطاب يا خطاب عجل بالاوراق بالك تكفى ما نبي زود تاخير يا الله يا خطاب تكفى تكفى يا خطاب فكونا في سالفه لم ينجح احد ما شاء الله على جناح الطير يا احمد اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله حلوه ما شاء الله يا شيخ والله من غير مجامله جناح انه طيب اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد يلا تعيد يلا روح روح ما شاء الله لا اله الا الله يلا تعيد يلا يلا وصل له يلا يلا بالناموس يلا ما شاء الله لا اله الا الله روح صوب مرمي روح الشمال اسمع جرس يضرب ما شاء الله لا اله الا الله يلا تعيد يلا روح على زيات يا ابو النواميس ما شاء الله لا اله الا الله سوى يا اخوان شمس سوى الطير عندنا مسمعين ان شاء الله احنا مسمعين ما شاء الله لا اله الا الله يلا مسمعين يلا حلوة خطاب حلوة 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 من الطيام طياما اذا جاك طريق طياما 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 يلا مسمعين يلا يلا مسمعين يلا يا ابو الويل اللي مر كاني شفت الحمامة اي والله اشوف الطير واشوف الحمامة ما شاء الله لا اله الا الله يلا مسمعين يلا اللهم صل وسلم على محمد فوق مرمي فوق مرمي يا اخوان شمة فوق مرمي حلوة حلوة بخطاب حلوة ما شاء الله لا اله الا الله يلا هندعينا يا ركبت كينج ولا على مذنك خلاف لو يطرد المكفي مشد الوكالة روح يا ابو حمد روح اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله خطاب يا خطاب خطاب يا خطاب تكفى يا خطاب طالبك تكفى ما نبي زود تاخير الطير راحت اللهم صل وسلم على محمد الطير راحت الطير راحت اللهم صل وسلم على محمد حلوه حلوه من الطيام ما شاء الله يا خطاب خطاب يا خطاب ما شاء الله لا اله الا الله يا الله انتهينا يا الله يا الله انتهينا يا الله يا هادي ادريس اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله ما شاء الله ولا اله الا الله ما شاء الله ولا اله الا الله يا الله انتهينا يا الله ما شاء الله ولا اله الا الله يا من احمد اربع ما صب لا والله هذا يضرب ان شاء الله هذا يضرب يا ربي يا ربي صب صب صف 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 ما شاء الله حلو الطير والله هنيك انا اشوف الطير واشوف الحمام ابني يا خطاب حلو قضي ارضي ذمتي ذمه ان اشوفك لكن قلتكم يا رب دام الهوى جنوبي غربي ما في حسب الظاهر والله اعلم قول غدر الله ما شاء الله شفنا معاكم حدد الشيخ خليفة أعتقد أنه صار نوع من الإحباط نوعا ما حق أهل الشواهين ولكن لحد الآن متحزمين وتفاؤل كبير إن شاء الله أنهم والمأمول منهم أنهم يسوون شيء في الأيام الجاية نروح المهرجان مرمي ونشوف الأجواء والتفاعل والمنافسات في الفترة المسائية من المهرجان
اهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين برنامج العنة. ما زلنا متواصلين معاكم في الفترة المسائية من بطولة حديد التحدي. هذه البطولة الأكثر إثارة ومتعة لهل الطيور، وهذا التحدي الكبير اللي بين بيت فخرو وهل الشواهيل. خلونا نروح نشوف هل الشواهيل وعلومهم وتجهيزاتهم لهذا اليوم. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والرضا. علومك وجاهزيتك اليوم شو مجهز لابو فخرو؟ والله ابشرك على ما تحب. الجهوزيه ما لها الا فرق شهين، سمينا تعزيز الربع، وان شاء الله انها في كفه ان شاء الله باذن الله ما تنعين. والنعم بالله. الطير عليه ترشيح قوي. والله هو عليه ترشيح مبطي، والله كريم. ابو فخرو مو بسهل. لا لا ما عليه ما عليه، ابشرك انه ان شاء الله باذن الله انه المخلاع عندي ولا عند الربع اللي وراك كلهم. والله علومنا طيبة وجاهزيتنا عالية. الطير شو اسمه؟ الطير اسمه تبريز. مرشح؟ مرشح رقم واحد. مرشح رقم واحد ايش بيسوي؟ مرشح رقم واحد بيذبحها. بيذبح حمامة الريان اللي مسمينها على النادي اللي احنا نحبه، لكن اليوم احنا ما نحبه. تحبونه ولكن هذه منافسة. هذه منافسة ومنافسة شريفة، واليوم مشاعرنا خليناها في فريق الغان وينا. علومكم اليوم ايش بتسوون؟ والله اليوم بنذبح حمامة العبيد اللي هي الريان. نتمنى من الله التوفيق. الطير ما يحتاج ما عليه كلام، بس بعد الحمام قوي، لكن إذا حمام ما يثور بعد طير ما يثور. مساك الله بالخير. مساك بالنور يا مرحبا. علومك؟ علوم الخير يا بشر. جاهزيه الطير؟ ان شاء الله باذن الله انه جاهز ان شاء الله ان شاء الله. ما عاد عليه عذر؟ والله ما في اعذار، ولكن حمام فخر وما معه معشه. ابو فخر اكيد انه ما هو سهل، ولكن هل الشواهين للان هم منحرين ما استسلموا؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. في طيور قويه في المجموعه هذه، وان شاء الله نتمنى الخير ان شاء الله للجميع. طير عليه ترشيح؟ لا والله ما عليه ترشيح. تملين فيه خير ولا ما جينا وتعنينا؟ والله هي يسر ووفق لنا اللي فيه خير. بيسوي خبر اليوم باذن الله، بس حر شوي. انت كاشخ وصبخه ما يبي لها كشخه. الله يسلمك طال عمرك. بتسوي اليوم مع ابو فخر؟ الله كريم ان شاء الله ان شاء الله انه صايد ان شاء الله. طلع عليه ترشيح؟ والله باذن الله باذن الله. بيطرح حمامه ابو فخر اليوم ان شاء الله ان شاء الله، اذا الله اراد ان شاء الله بيطرحها. ترى اربع ايام ما حد صاد من حمامه شيء. هذه المشكله. خير ان شاء الله خير. والله ان شاء الله مجهزين، وانا ما قال ان شاء الله نعين لنا حمامه حمامه زينه. لحظه، انت جاي هنا تدور على الحمامه الزينه؟ والله انا جاي هنا متحزم، لكن بيت فخر قد لها اربع ايام ما حد قبض له حمامه، لكن ان شاء الله ونشوف الربع اللي قدامنا. جاهزية إن شاء الله، في جاهزية وعبيد فخر جاهز لنا بعد، ونطلب من الله التوفيق. الأربع أيام اللي راحت تعبت نفسيتكم؟ لا والله النفسية ما حولها تعب، إحنا مجتهدين هو مجتهد، واللي كاتبه ربي كاتب. عادكم منحرين؟ والله عادنا منحرين معهم، ولكن إن شاء الله بإذن واحد أحد. هل الشواهين بيكون لهم كلمة ثانية؟ بإذن الله بإذن الله لهم كلمة ثانية. علومكم علوم طيركم جاهزيتكم اليوم شلون؟ جاهزين ان شاء الله. خلوا الكاميرا بس قريب باذن الله. تنوم سوء. الله ينومسكم وكفو. لكن ابو فخر ترى ما هو بسهل. هم سهلين، ما حد جاينا سهل، ما حد يخلي حد. ابو فخر له اربع ايام ما اخذوا من حمامه ولا ريشه.
يقول وطور ابي، لكن احنا لا لازم تكوننا وقفه. انتوا عدكم ناحرين؟ ناحرين الى اخر يوم. بكل هالشواهين كلمه ثانيه؟ الله كريم ان شاء الله. الهقوه في الطيور طيبه، والله كريم. مساك الله بالخير يا عم. مساك الله برضا. علومكم، علوم طيركم اليوم؟ والله تسرك، علومنا طيبين ومجهزين، ومع الجماعة طال عمرك مقوين لنا الجمع، والتوفيق بالله. ما شو بيسوي؟ ما شيء إلا بيد الله العزيز الحكيم. والنعم بالله، شو بيسوي الطير؟ والله طال عمرك الطير له، والله الهقوة إن شاء الله طيبة في كل شيء، لكن له بولادنا نقول تكفى ولا استح على روحك، والتوفيق بالله. ما عندنا الا كتبه رب العالمين. ايش رايك في ذا الحمام؟ والله الحمام قوي، وطيور مشريه بقيام غاليه ومجهزه، ولكن حن معروف الحمامه طال عمرك الزاجل انها ما هي في مستوى الطير، ولكن ماشيين مثل ابن جلسنا. بسم الله على بركه الله. المتسابق رقم 33 بخيت بن سالم ال سنيد، والطير اسمه الشبيب. عز الله عند الشيء المريني إذا نعدتهم اختلفوا. يا الله يا ربي وانت ربي يا الله جعلك تفرح يا الله يا ربي. انت شاهد ترى؟ اي بالله شاهد. انت شاهد وقالها تحت الهواء. اي بالله. يا بن جميل وقلنا لها الكلام، لا تقول ما قلت. اي بالله. اي بالله اني شاهد. لا وش بيسي بعد؟ عن شنو؟ ها؟ في اشياء وايد قلت لها. عن السياره. سيارتهم؟ يقول ما شاء لا الله. لا ما شاء الله مجهزه. لا لا انت ايش قلت؟ يقول يقول يا طلال. يقول سعد بخيت ها؟ ايش قال؟ لا 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 ما عليهم شر ما عليهم شر. ايش قلت زين قول؟ ايش قلت انا؟ ايش قلت على الهواء؟ لا انا ما قلت شيء تحت الهواء. ما قلت شيء لا اكيد؟ نعم لا. طيب واذا الله ما شارك ابو اخي؟ لا ابد والله ما يجيهم شر. لا 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 ان شاء الله. لا ان شاء الله ربعنا واخواننا. احمد ها؟ احمد حطاني وبن جميله نصيحه لوجه الله. لا لوجه الله يا رجال لا تشبه الله يقطع ديسك. لا 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 ما في اي ترى العرق لا مصيبه. طيب لا هي وصلت وردت ردت ها؟ اي طيب الحمد لله. عاكس عاكس انت ناصر انت تقول وصلت وردت. طيب طير رام 19 علوم. اي طير؟ طير من اي طير يعني؟ طير اللي كان اللي ما كان حق حمد صار حق حمد. الطير حمد حمد اللي يقول لنا شو اسمه سوى ما سوى شيء ما سوى شيء؟ لا ما سوى شيء اكيد؟ متاكد؟ اي سوى سوى طلع يعني طلع حمامه اسمه هذا ولا شيء؟ طير طير مال اعتقد رعيه طالب محمد طالب اللي منخص المري انتقلت ملكيته الى فريق تيوتا انتقلت من غيت الملكيته الى حمد الجميله اي بس هو او تيوتا فريق تيوتا؟ ايه نشوف الطير. والله العظيم ما خليك ياكل يوم اللي طير ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. هد يا عبيد قرارة ها؟ هد 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 هد. شلون حلفها؟ نطلب الله التوفيق ونقول يلا نعينه يلا. يا هادي ادري اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انتينا يلا يلا انتينا يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ابشر بالناموس يا ابو عبد الله. ابشر بالناموس يا اخوي سلمان عبد الله عبد الغني. نقول يلا بالتوفيق يلا يلا بالناموس يلا. يا هادي يا دليل الطير هذا مسمينه تمويه يا ابو فخر وتمويه تمويه يا ابو فخر وتمويه. نقول يلا انتينا يلا. اللهم صل وسلم على محمد.
ما شاء الله لا اله الا الله. الحمامه اسمها المعموره والطير اسمه تمويه. الحمامه تدور والطير يدور وتفرجه ويا جمهور ونقول يلا هنتعينه يلا يلا هنتعينه يلا تكفى تكفى يا تمويه تكفى يا تمويه يلا هنتعينه يلا يلا ابن موسى من عندك يلا الفريق تيوتا فريق تيوتا تكفى يا فريق تيوتا يلا هنتعينه يلا صف صف الحمامه فوق وين راح سمح الله ما تسلم يا ابو فخر اسمع ابو فخر ويقول حمام فخر حول مره اخرى علي يرقى ما خديك يسلمك وما يخلوك الين اصيد حمامتك يا ابو فخر لا ما عليه تبطي تبطي صبعك هذه يقولون 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 صبعك هذه ويقولون يقول سماه تموين تي تموين 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 تمويه 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 انه موه حق ابو فخر اي ما عليه والله انا اشوف ابو فخر اللي موه له يا صبعك هذا من صار له سنين وانت هاي تلوح به عضل ابو محمد هذا طال عمرك من البوادر الزينه حق اخوي سمان عبد الغني امسي عليه بالخير ابو عبد الله انا كلمته اليوم شخصيا وقال لي علي انا اليوم الكشف ما دام ما فيه من فريق تيوتا اليوم بادر ونقل ملكيه الطير الله يطول بعمره ابو عبد الله ونشكره على البوادر الزينه وابى انه يشارك اليوم كفريق تيوتا راح يكون في كل مجموعه ان شاء الله بيض الله وجهك يا ابو عبد الله يعني نزلتهم هو حمد ذكرتني بكلمه الشايب اللي قبل شوي قالها قال الطير اللي هدنا له بولدي يقول نقول له تكفى من عيالنا ولا نقول استحى على وجهك يعني نزلت يا حمد وسلمان الطير يعني بيطير ازيد يعني مثلا ما يدري طير حمامه طيب في طير بعد في حد ما حد رشح ها في شاء هو شاء مرشحين ولا 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 لا لا انا كنت هدو بس هو قاعد يقول هدو طيب لنا طير اليوم لنا طيرين هده طيبه وين طير رقم اللي باسم شاهين اتصل لك ماجد عبد الحق ما رديت والله يا اخوي اني اسمح لي حبيبي امس مشت اليوم ما تمشي يصيح خله يصيح لان النت مش دموعه ابغى اشوف حلو هذا مزاجه عقب الغياب في طير طارت يا طارت خليه يداوم يوم يوم وترك احسن ابو في طير طارت طرد عندك تعليق على شنو طال عمرك انت على اي على اي اي شيء تبني على تعليق 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 إيه؟ لا والله شيء طير يعلق حق لا والله عقب الاربع ايام وخمسة ايام نبي نوصل اخر يوم ما علق احد طيب بكره توقعاتك ستة ها يوه ترى قلتها من قبل ها جماعه مو يسال عن توقعات إيه؟ انا اللي حق اتوقع طيب ستة عطني الاسماء حاضر هذه الاسماء كلها اعطيك اياها بسم الله الاول رقم واحد علي خليفه خالد الكبيسي ورقم ثمانية سيف محمد علي ابو جاسم الكعبي ورقم عشرة اخونا من دوت الكويت عبد الله سعد عباد السوارج وعندك طال عمرك رقم 25 ابو خالد عسى بالك التوفيق يا ابو خالد حمد اخجيم علي العدلي ورقم 30 محمد سلطان ناصر الحميدي 31 محمد بن صالح حمد القمره و 33 فريق تيوتا وعسى بالكم التوفيق جميع ان شاء الله يا اخواني نعم طيب عندك ستة انت ها انا ستة طال عمرك طيب خلينا نشوف انت خلاص مالك ترشيحات
دام انت قلت ستة ما لك ترشيحات، لانك انت الجمهور يبي منك انك انت فعلا توقع التوقع صحيح. انا قلت ستة، بكره ان شاء الله صايدين ستة. ايه خلاص. طيب فاصل ومن ثم نشوف بعدها التوقعات في اللي في المهرجان. العنا برعاية في دور قطر. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. السبب يا مرحبا. كم تتوقع اللي سيدون بكره؟ والله احتمال اثنين، عبيد فخر ومتحزم لهم ومجاهز للرابع. والله سوالهم خطه شوي. والله خطته قويه الصراحه. اول يوم عطاهم سبيس شوي وبس، وعقب شد حزامه. الله يعينهم. فيك ما عاد خلانا ابو فخر نتوقع مخلف العقاوي. ان شاء الله واحد ولا ثنتين. هل الشوايين عادهم صاملين؟ انا من هل الشوايين ان شاء الله احنا صاملين. ما حد متاهل. عبيد فخرو صامد، انا مع عبيد فخرو. هل الشوايين عادهم ناحرين؟ والله ما ادري، انا مع عبيد فخرو. شاهين ما شاهين ما فيه، ما عاد الا عبيد فخرو. ابو فخرو بطل، اي بالله بطل، ولا في حيلة. والله ان شاء الله بكرة بإذن الله انه فيه صيد. كم تتوقع؟ ثلاثة أربعة ان شاء الله، اذا رخى ابو فخر. واذا ما رخى؟ اذا ما رخى مو بحولهم، الهواء بعد ما يساعد. اليومين ذي كله جنوبي جنوبي غربي، مو من صالح شيء. يعني يا يتعاطف معهم ابو فخر ولا ما حد راح يسد منه؟ والله هو لازم يتعاطف، وبعد الهوى له دور كبير. علوم طيرك؟ زين. ايش بيسوي اليوم؟ هذا طيري يوم 16 ان شاء الله. عندكم طيرين؟ ايه. ثلاثة عندنا ما شاء الله. يا سلام، ايش بيسوي اليوم؟ ان شاء الله يسد. ابو فخر تقدرون عليه؟ ايه نقدر. نقدر نكسر حمامة حتى. توقع خمسة ستة. واجد على ابو فخر. لا ان شاء الله بيسدون. لهم اربع ايام ما اخذوا من حمامة ولا ريشة. ان شاء الله ان شاء الله بكره الوعد. يقدرون؟ باذن الله. والله توقع ثلاثة اثنين. فخر السنة مجهز وقوة بعد، متحدي الربع كلهم، والربع والله ما قصروا مجهزين. والله يوفقهم ويوفق ابو فخر. عندك ترشيح؟ والله ما رشح احد كلش، على انه قالوا انه يوم الخميس والجمعة انا بيجي طيور قوية، وهذا شوفتين ولا حد صار. أول أيام وتو الطيور عادها ما جت. كم مجموعة عاد باقي؟ الرجل هذا مجموعة رقم 19، فمن ذا الحين يصرح شروبه بإذن واحد أحد إنها عنده. بإذن واحد أحد إن شاء الله هذه السنة 30 ولا 40 إن شاء الله نفس العام. أنا عندي طير تاريخ 22، أبيك تكون حاضر للهدد. أنا ما راح أتكلم ولا راح أقول، شوف الهدد وأحكم. وطير أخوك ناصر من هالزاعة بعد تاريخ 22، الوعد تاريخ 22 بإذن الله. والله بكره ان شاء الله فيه ان شاء الله مجانهم يصيدون باذن الله. اما الليله شكل الحمام ما في حيله. كم اللي تتوقع انهم يصيدون بكره؟ اتوقع ثلاثه اللي بيصيدون بكره. واحد يصيد، نتمنى انهم يصيدون واجد، بس بكره هذا الحمام اللي شفناه يصيدون بكره واحد اثنين كثير. تعب نفسياتكم بفخره؟ والله شوي
بس احنا ان شاء الله حنصابر نصابر. عادكم ناحرين؟ نعم ان شاء الله. بإذن الله ثلاثة بإذن الله. نتوقع بأكثر، نتمنى أكثر ونتوقع ثلاثة بإذن الله. يقدرون على أبو فخرة؟ بإذن الله ماشي عسر. إخوان شم متجهزين الفخرو وبإذن الله بيصدون اليوم بيصدون بكرة بإذن الواحد الأحد. لهم كم يوم ما صادوا من حمامة شيء. هاي توفيق. توفيق ما أدري شو قاية لكن إن شاء الله بيصدون بإذن الواحد الأحد. شفنا معاكم التوقعات من مرمي، قبلها كان ابو فهد علي الهبيده، وعندك التوقعات يا ابو سعود. والله انا ان شاء الله اتوقع اللي بيصيدون كم؟ اثنين اللي بيصيدون اثنين. اي لكن عطني اسمين. بعطيك اربع اسماء. نعم خلاص الحين النظام من اليوم رايح تعطيني رقم تعطيني اسمين. لا عجب صيدون اربع. انت مسؤول عنه. صيدون اربع. ها؟ أربعة أيه اللي بيصدون؟ كم؟ عطني الأسماء. الأسماء رقم اثنين عبد الله بن زايد بن حسن العتيبي، رقم ستة الشيخ محمد بن منصور بن محمد بن جاسم الثاني، وطير اسمه الزويان. الطير هذا أنا أعرفه ولا يقرأ ولا شيء بس حط عينا. ها؟ تفضل. طير أبو خالد لها 25. 25 لها شو اسمه طيرك؟ مدوخ مدوخ يا مدوخ. سمعت مدوخ. وطير 32 طير منصور بن محمد بن راشد الصعاق. فعلا طير هذه الأربعة إن شاء الله بتصير. الأربعة أربعة بإذن الله. آه شو توقعاتك يا راعي مدوخ؟ وأنا والله ما أدري شو قايل. إن شاء الله بتصير. في طيور عارفها هنا. عطني كم اللي بيصيدون بكرة؟ ثلاثة ثلاثة. عطني الأسماء. سيف محمد بن جاسم. إيه محمد بن سلطان الحميدي. محمد بن سلطان الحميدي. وصالح بن سالم بن صالح بشرايد المن. يعني انت مو بصايد. يعني انت بصايد. انا إيه؟ انا انتم رشحوني انا ماني برشح نفسي. زين اقوى طير من الثلاثه؟ طير محمد بن سلطان الحميدي عارفه، ورفال طير سيف. اعطني اقوى واحد يا اخي. واحد مدوخ. اطيب مدوخ. اقوى مدوخ. مدوخ طيري مدوخ. طيب بعدي دكتور. عندك محمد بن راشد اللي غششك ما حد اليوم. لا لا ما اللي غششك ما حد اليوم يا دكتور. لا لا انا برشح عليك. ابي منك سالفه عقب التوقعات باخذها منك. مو بخير خذها بذراعك. عندي محمد بن راشد. بس لا تفاجئ اذا نشتك وسالتك. لا تفاجئ مثل لقب دكتور. عطني توقعاتك. عندي محمد بن راشد مبارك الجبر. كم اللي بيصدون بكره؟ خمسه. كم اللي بيصدون بكره دكتور؟ اثنين. عطني اسمين بس. ايه عندي الشيخ احمد بن علي بن خالد. ايه الثاني و محمد بن اختي. لا لا خلاص نستبعد التوقعات. لا يا طلال يا اخوي لا تغشي يا اخوي. وين احنا في ابو عبيده؟ ايه لم يحل 100% كوبي بس ابو عبيده. لم ينجح والله. اني اذكرها والله. هذا الشيء الاسم اللي عندك. والله الاسامي انا ترى ممكن تمسحب تسحب توقع الدكتور. رغم اللي قلت لك احمد سعود الناصر الكلفيخ. الكلفيخ العتيب. بس ما يصير ترى يغششونك. ها نبي من عندك. انا ما زلت على احمد بن علي. طيب ابو بخيت كم اللي بيصيدون بكره؟ دام شو اسمك مبارك. احنا خلاص تسكير مايك على طول. عاصف انا اقول ثلاثه. ثلاثه كفو. من ثلاثه؟ عطني ثلاثه اسماء. طير علي بن خليفه بن خالد فيسي. و ان شاء الله. وطير حمد بن طالب عفيفه. بكره داش قوي. انا سمعت انه بكره داش قوي. تكفى يا ابو فهد.
وعندك مدوخ. ايه اشكرك اشكرك. كم اللي بيسدون بكره يا ابو خاطر؟ والله انا اعتقد ان بكره احتفاليه لهل الشواهين. كم عطني كل يوم تبنجهم وبتصريح. عطني كم الرقم اللي بيسدون؟ خلني بحسبهم عشان اعطيك الرقم. ايه شوف آل عفيفة واحدة و سيف وجاسم اثنين. لا انت تعطيني الاسماء هالشكل غير مو مقبول. هذا انت بتصيدني في زاوية ما يصير. عطني رقم اول شيء. كم اللي بيصيدون؟ ستة ناس نفس علي البيدة. اشكرك ابو خاطر اساميهم. اي عطني الاسماء. اشكرك بن عفيفة و سيف ابو جاسم. طبعا عندنا رجل هنا له يعني صولات وجلات وهو تركي بن ناصر. تركي بن ناصر واعتقد انه له طيرين وله حمامه وفي طير رقم 15 ركز عليه. لمحمد بن عبد الله بن عبود المعضادي. وعندنا طال عمرك مسند بن ابراهيم بن مسند المسند. ونعم هاي طير خطير. ومنصور بن محمد صعق. ونعم واعتقد ان ركز على الاسامي اللي قلت لك ستة. واعتقد ان طير تركي بكره يعني يمكن العام اعتقد انه ما صاد تركي العام الوحيد اللي ها هو اقرب طير بالنسبه لك. اي نعم هذيلا خمسه والسادس مدوخ طير ابو خجيم. اشكرك بخليك تحارب العقال ابو خالد. انت بتسالني بتقول لي ليش مو مجامله. ليش؟ لان له بصمه في المهرجان. اشكرك مع انه هو اليوم انا وياه ويقول اوضاعي وهو دوم يستخدم التقيه اللي هو ما يكشف الاوراق. لكن اعتقد انه بخليه حذف العقال مثل العام. اعتقد انه هذه ويبشر هو الوحيد اللي خلاك تحذف العقال. نعم يستاهل. اشكرك. طيب اللي مثله وفعله طيب. مالك زود يا ابو خاطر. مالك زود يا ابو خاطر. غانم مساعد الرقم. رقم ما حد شكرا. لا لا خلنا لا لا شكرا شكرا. في تحدي. لا شكرا زامل. لا ما حد خلاص بعد زامل توقعاتك. اشكرك يا طلال. أربعة تركي بن ناصر بن غانم العلي. أيوة. محمد بن عبد الله بن مبارك بن عبود. أيوة. مسند. أيوة. والعفيفة داش بأربعة. والله يوفق له. نعم. طيب. ومش إن شاء الله سدون كلهم طبعا. لكن انا مع ابو سعد. مع فخره مو مع ابو سعد. ابو سعد مع فخره صراحه. نزلنا من 4 3 2 1 ياكل فيك. ركب معك واحد شبت ما قصر. شبه مني لين سيلين مسوين. محمد بن منصور مش بوزك. عطني ابو سعد. عطني ابو سعد يا ولد ندور مشاكل. لحظه عطني ابو سعد. عطني الصوره على ابو سعد. تبي وجه رسالتك. هاي في تحدي تحت يعني من تحت الطاوله. ايه يوم قلت انا لا سوي الحركه اللي سويتها. ما علي بسويها انا ابلغ رد. ابشر على خشمي. معليش محمد الشيخ محمد بن منصور الله يمسيه بالخير طرش لي رساله قال بكره باخذ 50ك اللي هو التعليق فوق يا محمد بن منصور. تعليق فوق ما هو بتزبن كفو ولا انه يزبنها ولا يعلقها تحت. تقصد برشوت؟ اذا علق قل الله اذا علق فوق نعم انا محقوق لك. برشوت اذا ما علق فوق باخذ منك 50 ومش بوزك انا اللي باخذها منك. طيب. لا تقول شيخ. طيب تحمل. طيب سمعت لنا التوقعات من عند الرابع. احنا وصلنا معاكم الى الختام. دكتور انا قلت ابي انك سالفه عطنا سالفتك يوم جيت تبي تدخل ليبيا الاول شلون شو القصه؟ انصدم. انصدم ابو محمد. انت ما اخذت تاريخي اول شيء. تلقاه هو نفسه ناسيها. عطنا القصه. لا انا كنت في مرسى مطروح وايام كان الغذافي ما دق البوابه. ايه 92 في 92 دخلت رحت لجذابية ثاني يوم على طول. لا عطنا التفاصيل. الله يا جدعان رحت في عادي يعني عادي عادي بتاكسي. ها تاكسي في تاكسي اكيد. اي والله مو على مطية. لا
لا لا الخبر اللي عندي يقول على مطيه. لا لا غلطان اللي اعطاك لي غلطان بس رحت عادي يعني ثاني يوم على طول. الله يذكره بالخير في كان هناك واحد طالب قطري من المنخس بعد بعد كان 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 يدخل على السنه اللي عقب انا توفيت معه كان يدخل ما ادري الحين ايش مركزه ايش منصبه ما اعرف. ابو خاتم شو ذكرت السنه هذه 92؟ لان هو التاريخ اللي هدم فيه اللي الغدافي الله يرحمه اللي كسر البوابه كان حاط لوحه كبيره مكتوب بلاد العرب للعرب لارض العرب لارض أرض العرب لكل العرب ارض العرب للعرب او ارض العرب للعرب. نعم طيب على يدك اليسار مش عارف صحيح وانت مش احنا وصلنا معاكم الى الختام. نعم ما قربني منك ذاك النهار انت نفس قريب نفس بادو. الاسبوع قريب بدو وين جيت من وين جيت انت من اجدابيه. لا دخلت يعني قصدي نعم ما سمعتك زين دخلت يعني لا لا بس بالوصف انا سامع دخل الوصف عند بالوصف. العرب خاب الربع يسولفون اللي راحوا اي ارض العرب لكل العرب نعم. نعم. طيب نذكركم فعاليات بكره في المهرجان الفتره الصباحيه دعوا قرانيس الشواهين المجموعة الأولى في الفترة الصباحية وهدد التحدي في الفترة المسائية المجموعة السابعة نتمنى لهم التوفيق في الفترين وأتمنى أني ما أقول لم ينجح أحد أتمنى لبيك. ودي أنها يعني توضح أن فيها 30 طيرة 31 طير اللي نعم. معيود لها اللي هي جارة الحرار بكره في نفس اليوم جير الحري جير الشاهين وبعده بيبدا بيكملون 30 لعاده قرناص شاهين عقب جير الحر اي نعم اي عشان بس للتوضيح يعني طيب وضحنا لهم وانه يجون الربع بدري الله يجزاهم خير ايه يكون الشوط كبير بكره لانها مجموعتين واذا ضباب طلب الله عند ربك ان شاء الله الله يسهل الامور ان شاء الله. طيب احنا وصلنا معاكم الى الختام بكره ان شاء الله نفس التوقيت معكم برنامج العنة الساعة 8:30 على قناة الكاس 2 والمهرجان والفعاليات اللايف على قناة الكاس 5 وأيضا قناة الكاس أونلاين وإنعاد برنامجكم الساعة 12:30 على قناة الكاس 4 لا تروحون بعيد شو ذكريات الرابع بعد البرنامج اسمعوا على خير.